والرجاء خلال الدورة الرابعة والعشرين. نتعرف على تشكيلة فريق الوداد البيضاوي المستقبل خلال هذه المقابلة قبل أن نعود لمتابعة تشكيلة فريق الرجاء البيضاوي. هناك محمد عقيد في حراسة المرمى، يغيب الحارس لم يغري، هناك مراد لمسن، أيوب الخالقي، أمين عطوشي، يوسف رابح، بكري كوني، سعيد فتاح، فابريس أوندما، إيفونا مالك، محمد بالرابح، ووليد الكرتي في الاحتياط، هناك نبيل الولجي، بدر الدين بن عاشور، هناك ياسين الكحل، أنس الأصبحي، يونس الحواسي، زكريا زهيد، وخالد زين الدين. بالنسبة للفريق الوداد يقوده المدرب شريف شهيد، بطبيعة الحال معروف المدرب أو المعروف بشهيد، المعروف بشريف، لكن الاسم الحقيقي للمدرب أو اللاعب السابق لفريق الوداد البيضاوي الشريف. إذن نتعرف على تشكيلة فريق الرجاء البيضاوي. خالد العسكري، زكريا الهاشمي، محمد الحاج، إدريسا كوليبالي، بابيدي فيفيان، كوكو جيجي، هناك محسن متولي، محسن ياجور، ياسين الصالحي، عصام الراقي، عادل الكروشي، وفي الاحتياط هناك كل من بدر بنون، ابراهيم الزعري، رشيد السليماني، محمد امين القمري، اسماعيل كشام، وعبد الاله الحافظي، حمزه برزوق. بعد قليل هناك غابت التفوات الرجاوية، فأكيد أنها ستكون حاضرة لدى الجماهير الرجاوية الحاضرة في مكانها المعتاد أو المكان الذي اعتادت الجماهير الرجاوية. من جانب واحد هو من جانب الرجاء، كنظن بأنه الغياب ديال جمهور الوداد ربما طرح عدة تساؤلات، ولكن كيبقى الخاسر الأكبر هو فريق الوداد، لأنه كان محتاج للدعم الجماهيري ديالو. نظن بأنه حتى العزوف ديال جماهير الوداد له أكثر من دلالات، ولكن الحضور كان واجب في هذا المقابلة. جرت بالامس، فبالامس فريق الاولمبيك خريبكا عاد بالفوز من مدينه اكادير، في حين فريق المغرب الفاسي ايضا عاد بالفوز من قلب مدينه القنيطره. فريق اولمبيك خريبكا الذي انتعش بهذا الانتصار بعد ان توالت عليه الضربات، توالت عليه الخصم النقاط، لم يخسر المقابلات على أرضية الملعب بل خسرها على البساط، وبالتالي فربما كانت أخطاء على المستوى الإداري أثرت وضيعت على الفريق الخريبي نقاط جعلته يوجد في المراكز الأخيرة، في حين فريق المغرب الفاسي تمكن من العودة بنتيجة من مدينة القنيطرة أمام فريق النادي القنيطري بهدف لصفر. كما ذكرت هذه هي المقابلة الثالثة، والجماهير والشعارات الفرق المشاركة أو الفرق التي ستكون طرفي هذه المقابلة الرجاء والوداد البيضاويين. فريق الوداد الذي يستقبل لكن بدون حضور جمهوره المعتاد خلال لقاءات الديربي، وفريق الرجاء رغم أنه ضيف فكما لو كان هو الذي يستضيف خلال هذه المواجهة. عناصر الأساسي لفريق الرجاء البيضاوي كله حاضر، في حين فريق الوداد البيضاوي يعاني من غيابات وازنة. بالفعل ولا تصفحنا التشكيلات ديال الفريقين جوج، كنتأكدوا بأنه الاعتماد على التشكيلات اللي فازوا في المقابلات الأخيرة. بالنسبة للوداد فالمسن ورابح والعطوشي والخالقي كذلك كوني وبالرابح وفتاح وانضم والكارتي وايفونا هما اللي بسموع الانتصارين المتتاليين ديال اولمبيك اسفي وديال اولمبيك خريبكا.
نظن نفس الاتجاه غادي به البنزرتي والحفاظ على نفس التشكيله اللي عطات التوهج في 4 مقابلات السابقه، اللهم استثني المقابله ديال سلا، ولكن على الاقل كانت فعاليه على مستوى الهجوم، مشات في الاتجاه الصحيح وحافظ على التشكيله البنزرتي. نظن في هذه المقابله كاين الرهان هو العوده للمنافسه على اللقب من خلال هذا الديربي، نظن بانه المقابله لا تحتاج الى التعادل لانه خص رابح واحد باش يكون قريب للتنافسيه والمنافسه على اللقب. نظن بانه الديربي 116 غتكون مناسبه للرجوع الى المنافسه على اللقب في هذه المقابله. هاد المقابلة المناسبة للاستمتاع بالحضور والفرجة اللي غادي يقدم لنا الجمهور ديال فريق الرجاء، وكذلك بالاستمتاع بفرجة غادي يقدم لنا اللاعبين فوق أرضية الملعب. نتمنى أنه تكون فوق أرضية الملعب أكثر، لأنه منذ 2000 ما بشناش المستوى اللي كنا كنشوفوه لا جينيراسيون ديال فخر الدين، لا جينيراسيون ديال السي محمد سهيل، ديال أبرامي، ديال تيجاني، ديال العديد ديال الفرتوت، ديال العديد من الاسماء اللي ما استحضرتنيش الان، ولكن خصنا نشوفوا ذاك المستوى التقني اللي غاب علينا. ونشاهد شعارات الجماهير الرجاويه رجا فوبي، اذا نشاهد لوحات جميله في مدرجات الجهه اليمنى التي تتواجد فيها الجماهير الرجاويه، اذا نشاهد بطبيعه الحال هذه الصوره الجميله والتي كان بالامكان ان تتعزز ان تكون اجمل لو كان هناك في واجهه اخرى ابداع اخر للجماهير الوداديه بنفس المواصفات وربما بشكل اخر. فان كانت الجماهير الوداديه فان كانت الجماهير تتغنى بفريقها الرجوي فكان من الممكن ان يكون هناك الرد بجماهير وداديه تتغنى ايضا بفريقها في الوقت الذي نشاهد المدرجات الفارغه التي لم تمتلئ اليوم كما كان المعتاد خلال لقاءات الديربي خلال سنوات خلت، وهي الصوره التي اعطت لهذا الديربي مكانه اولى ضمن مختلف الدربيات التي يعرفها العالم. اذا الجمهور يرجع الفضل له في الترتيب العالمي على مستوى الديربي، ورغم انه غابت عليه المعطى التقني في الكثير من المقابلات. اذا بعد قليل تعطى هذه انطلقت هذه المقابله. أذكر المشاهدين الكرام أن الفريق المغرب التطواني هو الذي احتل المركز الأول ب 46 نقطة، متبوعا بفريق الكوكب مراكش 40 نقطة، الفتح الرباطي في الرتبة الثالثة 38 نقطة، الوداد البيضاوي في المركز الرابع 35 نقطة، والرجاء البيضاوي في المركز الخامس 33 نقطة، رفقة فريق حسنية أكادير، حسنية أكادير الذي انهزم بالأمس بميداني أمام فريق أولمبيك خريبكا، في حين الدفاع الحسني الجديد احتل المركز السابع ب 32 نقطة ب 19 مقابلة، أي ب 4 مقابلات ناقصة، في حين الجيش الملكي في المركز الثامن ب 29 نقطة. وبسرعه ننتقل الى الزميل مصطفى طلال الذي يستضيف احد لاعبي فريق الرجاء البيضاوي.
ونستضيف زميل حسن فتح رشيد سليماني لاعب فريق الرجاء الرياضي البيضاوي. ديربي بطعم خاص رشيد، اليوم الرجاء تواجه الوداد. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه تنشكروا الجمهور اللي جاي يساندنا اليوم. احنا واعين بالمسؤوليه اللي ملقات لنا في هذه المقابله، مقابله ما تكون سهله رغم الظروف اللي تيمر بها الفريق الودادي، ولاحظنا الجمهور اللي شبه غائب ديالهم، ولكن احنا الظروف تنعرف المقابله دير بينا ما تتلعب داخل الملعب، اللاعبين واعين مسؤولية اليوم، وان شاء الله هنقدموا كل ما لدينا في هذه المقابله. شكرا رشيد السليماني. معي بن عاشور الحارس الاحتياطي لفريق الوداد الرياضي البيضاوي. بن عاشور، ديربي يعني بمواصفات خاصه، الغياب جمهور فريق الوداد، حضور مكثف لجماهير الرجاء، كيفاش كتشوف الديربي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. كنشكروا هذا الجمهور واخا اللي جا قليل باش يساند الفريق ديالو. كنتمنوا من الله الجمهور يعود للميادين كما ديما كما كنعرفوا، حيت جمهور الوداد فريق جمهور كبير ما تيتكلم على نفسه. واش كانت شي استعدادات خاصه لهذا الديربي؟ ضروري كانت استعدادات، ماشي كما اللي كيعرف الجميع. الحمد لله اللعابه عقليه عندهم شويه كبيره باش نقاو باش يقوموا بمقابله كبيره ان شاء الله، وربحوا ان شاء الله لمالا. شكرا بن عاشور الحارس الاحتياطي لفريق الوداد الرياضي البيضاوي. اليك الخط حسن فتح. شكرا مصطفى، شكرا لكل المشاهدين. لو امكن بالنسبه للاخ العمري اننا نشاهد الاستجوابات التي قام بها الزميل مصطفى او يقوم بها الزميل مصطفى طلال بين الفينا والاخرى بارضيه الملعب مع اللاعبين الذين يشاركون خلال هذه المقابله. اذا نشاهد جزء من الاحتفالات، جزء من الشعارات التي ترفع خلال هذه المقابله التي تجمع بين فريق الوداد وفريق الرجاء البيضاويين. اذا نذكر المشاهدين مره اخرى بتشكيله كل فريق: فعقيد محمد، لمسن، مراد، الخالق، ايوب، عطوشي، امين، رابح، يوسف، كوني، بكري، وسعيد فتاح، فابريس، اوندا، ميقولا، مالك، وبن رابح، محمد الكرتي، وليد. هذا بالنسبه لفريق الوداد البيضاوي، في حين فريق الرجاء البيضاوي الذي يقوده المدرب بن زرتي العسكري: زكريا الهاشم، محمد الحاج، دريسا، كوليبالي، فيفيان مابيدي، كوكو، متولي، جور، صفر، حسام الرفعي، وعادل الكاروشي. هذا بالنسبه لهذه المواجهه التي نتابعها الان بين فريق الوداد والرجاء، والشعارات رائعه حقا، والطريقه حتى في رفع هذه الشعارات لكي يخلي هذه الشعارات تكون عند الجماليه ولو في حد ذاتها، يعني انها تكون هناك منافسه من الجهه الاخرى من الفريق الاخر، من جماهير الفريق الاخر، في اطار التنافس للابداع والخلق. اذا تكتيكيا وتقنيا كان ناجح المستوى التيفو، نتمنوا انه تكتيكيا وتقنيا يكون ناجح الفريقين جوج على رقعة الميدان. الملعب هذا شيء اكيد بالنسبه لفريق الوداد، فحتى الان فاز في 9 مقابلات، تعادل في 8 وهزم في 5، سجل 25 هدف وسجل عليه 19 هدف، في حين الرجاء البيضاوي فاز في 9، تعادل في 6 وهزم في 6، سجل 24 هدف وسجل عليه 12 هدفا. اذا اعطيت انطلاقه هذه المواجهه بين فريق الوداد والرجاء. اذا الكره في اتجاه اللاعب الصالحي اللي ما تمكنش، دائما عند فريق الوداد، لكن كترجع مرة أخرى كانت عند اللاعب الخليقي اللي كرد الوراء، كترجع عند حارس عقيد محمد، حارس مرمى فريق الوداد البيضاوي الذي يعود الحارس المياغري الذي يغيب عن هذه المقابلة رفقة اللاعب جراوتن، وأيضا اللاعب جراوتن أحد العناصر الأساسية داخل الفريق، وأيضا عمر هشام. بالنسبة للأرقام اللي أعطيتنا الآن سي حسن، فدفاعيا الرجاء تمتاز على الوداد، وهجوميا الوداد فعال مقارنة مع الرجاء، وهجوم الرجاء عادت له الفعالية في الدورة الأخيرة 12 هدف في 4 مقابلات. شيء أكيد. إذا الكرة مرة أخرى عند الحارس العسكري اللي كيمر، دائما محاولة لفريق الرجاء البيضاوي عند لاعب الكاروشي، كضيع منه بل كتمريرة كانت جيدة في نهاية المطاف، كانت في اتجاه مابيدي، ضائعة مرة أخرى عند فريق الوداد البيضاوي.
الحلقي. إذا كنلاحظوا أنه من خلال الأرقام هذه محاولة لفريق الوداد البيضاوي، لكن نبه الدفاع ديال فريق الرجاء يتمكن من الكرة وقد تسمح بشوم، كان يمكن يكون خطأ لكن اللاعب الراقي يتمكن من الكرة. دائما محاولة لفريق الرجاء البيضاوي والحكم يطلب يعطي الامتياز كرة دائما عند اللاعب الصالحي في الجهة اليمنى اللي يحاول يبرر، بالفعل كيبرر محاولة لكن الحارس عقيد كيتمكن من الكرة. وكنلقاو بأنه من المفارقات أنه اللاعبين ديال فريق الوداد البيضاوي عندهم أقمصة بالأبيض والأحمر، والأرقام مكتوبة أيضا بالأبيض من بعض الأحيان أنه من صعوبة الأرقام تكون واضحة بالنسبة للمتتبع. محاولة لفريق الوداد البيضاوي من الجهة اليمنى لكن الحكم يقول، الحكم سيجيد يقول خطأ، سنرى لصالح من؟ لصالح فريق الوداد البيضاوي. وينفذ سعيد فتاح الجهة اليسرى ضائعة لكن كتمشي تماس، تماس لصالح فريق الوداد البيضاوي. كانت المحاولة بواسطة اللاعب متولي هو الذي أخرج الكرة للتماس، كترجع مرة أخرى والحكم يعلن هذه المرة خطأ لصالح فريق الرجاء البيضاوي. إذا الوداد البيضاوي اللي فضل المقابلتين السابقتين لا ضد أولمبي خريبكا ولا أولمبي كسابي رجع للسكة الصحيحة ويأمل الاستمرارية من خلال هذه المقابلات. نعم، كان فريق الوداد قد فاز على أولمبيك كسافي بهدف 0 وفاز على أولمبيك خريبكا بميداني هذا الأخير بهدفين للصفر. إذا محاولة لفريق تبويه جسدي جيد، محاولة لفريق الوداد البيضاوي الجهة اليمنى، محاولة للتمرير لكن عند الحارس العسكري بكل سهولة. إذا كاين واحد النوعيه ديال جس النبض بالنسبه للفريقين، مازال حتى شي واحد ما مغامرش هجوميا اكثر، لو بلوك محطوطين في الوسط في انتظار ما هو افضل في مستقبل الدقائق. والكره عند اللاعب الهاشمي في اتجاه اللاعب كوكو الراقي، الراقي الذي تتحدث الاخبار عن عدم حتى الان يرغب في تغيير اجواء، ربما هناك محاوله اقناعيه من فريق الرجاء البيضاوي لتجديد عقده عند ما بدي تمريره للجهه اليمنى. دائما محاوله لفريق الرجاء البيضاوي وتمريره لكن تبه الدفاع ديال فريق الوداد. هجوم مضاد سريع بوسط سعيد فتاح، انطلاقه جيده، هجوم التمريره كنظن بعيده بل تمكن منها اللاعب فابريس. دائما محاوله لفريق الوداد البيضاوي لكن كوكو كان في مكان المناسب وتمكن من الكره كتبقى هجوم مضاد. حتى المسانده ما كانش عند اللاعب في هذه اللحظه. نعم، ولو انه كانت التمريره الاولى ديال اللاعب سعيد فتاح كانت جيده وكانت تمريره اللاعب فابريس. اذا محاوله مره اخرى لفريق الوداد البيضاوي من الجهه اليمنى، انطلاقه كاين خطا، بالفعل كاين خطا لصالح فريق الوداد البيضاوي، اعلن عنه حكم التماس وايضا الحكم سجيد حكم الوسط رضوان جيد يساعده عبد الله انسيس وايضا كمان الرغراشي ومندوب المقابله زكريا عاصم. من خلال البدايه ديال اللقاء كيتضح بانه شنيف كيهتم على انظمه وكونيف على الاطراف لبناء العمليات على الاطراف، وبالتالي السياسه ديال شريف باينه في البدايه ديال اللقاء هو الاعتماد على الاطراف اكثر من غيره من المراكز الاخرى. نعم، وضربه الخطا وفي التنفيذ اللاعب سعيد فتاح هو اللي غادي ينفذ الخطا. فقط جوج لاعبين اللي باقيين في الدفاع ديال فريق الوداد البيضاوي، اضافه تمريره وخروج الحارس العسكري امام، كاين خطا بالفعل ديال جوج لاعبين ديال فريق الوداد الحارس العسكري. اذا الحكم سجيد يعلن خطا لصالح فريق الرجاء البيضاوي. اذا كان هناك المحاوله العسكري للتدخل لكن الاستدام اعطاه ضربه خطا. الخطا ياتي في الدقيقه السادسه دون محاولات يمكن
تهدد مرمى الحارس عقيد ولا ايضا مرمى الحارس عسكري، ودائما حركه دائمه على مستوى المدرجات الجاليه من لفريق الرجاء البيضاوي. الجماهير لم يهدأ لها بال منذ ان حضرت هنا لارضيه الميدان ابتداء من الساعه الثانيه والنصف، الاعداد والاستعداد ليكون الاحتفال بالنسبه لهذه الجماهير في مستوى التطلعات. اذا الكره مره اخرى من الجاليه من عند اللاعب الهاشمي عند كوكو تمريره جيده عند اللاعب الصالحي، لكن كرة قطيعة كترجع مرة أخرى. الحكم يعلن الخطأ على مشارف مربع العمليات ضد لاعب بالرباح. هذا هو اللي كنتمنى ما نشوفوش في هذه المقابلة، هو الاحتجاجات على الحكم بهذه الطريقة، لأنه غادي تخرج اللاعبين من المقابلة. والخطأ ارتكبوا اللاعب رباح، ولكن الاحتجاج كان من اللاعب بالرباح. إذا الخطأ على مشارف مربع العمليات، وأبرز فرصة ستكون لفريق الرجاء البيضاوي مع بداية هذه المقابلة كان الخطأ لفضل اللاعب سعيد فتاح بالنسبة لفريق الوداد، ونشاهد مرة أخرى الخطأ الذي ارتكب حق اللاعب صالح. بالنسبة لفريق الرجاء بناء العمليات ديالو كتعتمد على المرور دائما على الراقي وكوكو، هذا كيتضح لنا بأنه البنزرتي كيعتمد على البناء الهجومي من خلال الراقي وكوكو. نعم، إذا فرصة من سيكون في تنفيذ هذه ضربة الخطأ. من المعتاد أن اللاعب ياجور كان هو أحد أبرز المنفذين لضربة الخطأ اللي كتكون على مشارف مربع العمليات. الآن سنرى أظن اللاعب الراقي هو الذي سيتكفل بتسديد هذا، في حين نلاحظ أن اللاعب ياجور هو ضمن الحائط وليس في تنفيذ ضربة الخطأ الذي يأتي في الدقيقة الثامنة. هذا الحارس عقيد عاد على الصدر الشابة في صف فريق الوداد البيضاوي. إذن الراقي متولي وأيضا لاعب الكاروشي أيهما سيكون المنفذ لضربة الخطأ، ولكن أظن أنه صاحب الرجل اليمنى لأنه كنعرفوا أنه اللاعب كاروشي ينفذ بالرجل اليسرى. إذا تنفيذ ومباشرة في يد الحارس عقيد اللي بكل سهولة كيتمكن من هذه الكرة ما شكلت عليه أي خطورة. محاولة لفريق الوداد البيضاوي، هجوم مضاد، انطلاقة جيدة، لكن هناك اللاعب الحاج اللي كان في مكان مناسب والمضايقة ديالو أعطت النتيجة ديالها، وبالتالي ضاعت الكرة على فريق الوداد البيضاوي. مشات التماس الكرة عند الخالقي، تعود مرة أخرى دائما عند فريق الوداد. الخالقي عند اللاعب إيفونا مالك، وتغيير الاتجاه للجهة اليسرى. دائما محاولة لفريق الوداد البيضاوي، تدخل الدفاع وكرة تماس لصالح فريق الوداد البيضاوي. بالنسبة للفريقين كيلعبوا بأربعة جوج ثلاثة واحد، تمركز كتلة الفريق كتكون في الوسط، لا هناك ضغط على عالي ولا وجود لضغط تحت. وهذا الاختيار ربما ديال البنزرتي ولا ديال الشريف هو تجنب شر كل مفاجأة قد تطرأ في أي لحظة. إذا كانت هذه محاولة لفريق الرجاء البيضاوي بواسطة اللاعب كروشي، لكن أعطت ضربة خطأ. نشاهدوا المراوغة الجيدة ديال اللاعب كروشي، وبالتالي الكرة عند فريق الرجاء البيضاوي عند اللاعب بابيدي. محاولة دائما عند ياجور محاولة ما كاينش خطأ، يقول حكم كتنطلق هجوم مضاد لفريق الوداد البيضاوي. دائما صراع الكرة، تدخل اللاعب الراقي اللي كيتمكن من الكرة عند كاروشي، كانت التمريرة تكون خاطئة لكن تمكن للاعبين ديال فريق الرجاء البيضاوي. كترجع مرة أخرى عند الهاشمي، هجوم مضاد لفريق الرجاء البيضاوي من الجهة اليمنى. دائما انطلاقة، تدخل ناجح ديال الدفاع، تعود مرة أخرى من الجهة اليمنى. محاولة لفريق الرجاء البيضاوي، مراوغة جيدة، تمريرة داخل مربع العمليات، لكن كنظن أنه كان الاختيار ديال المتولي اختيار صعب، لأنه كان بإمكانه التمرير في اللحظة الأولى. هو الاختيار أنه من بعد ست لونغ على راسه، وبالتالي كان صعب عليه انه يمرر، ولكن مع ذلك حصل على ركنية لصالح فريق الرجاء البيضاوي. اذا المتولي هو الذي سينفذ الركنية
لصالح فريق الرجاء البيضاوي. دائما محاولة عند لاعب مابيدي في اتجاه مربع العمليات إبعاد الكرة التي تعطي تماس لصالح فريق الرجاء البيضاوي. مرة أخرى اللاعب الصالحي ولعيب في التماس كترك الكرة اللاعب كاروشي. ونذكر الجمهور الكريم الذي يتابع معنا هذه المقابلة أن المتابع لقاء الدربي برسم الدورة 24 ما كاينش خطأ يقول. وفي نهاية المطاف الحكم سيد جيد يوقف المقابلة لإعطاء الإسعافات الأولية للاعب الصالحي. بالنسبة لأربعة جوج ثلاثة ديال فريق الرجاء، فهد عسكري في حراسة المرمى، كروشي والحاج وكوليبالي والهاشمي في الدفاع بتغطية متبادلة، كوكو والراقي في وسط الميدان الدفاعي، مابيدي والصالحي على الأطراف، متولي هو صلة وصل ما بين الوسط الميدان الدفاعي والمهاجم ياجور. كنظن بأنه هذه هي الطريقة ديال البنزرتي مع وضع الكتلة الفريق في الوسط. نعم، محاولة لفريق الوداد البيضاء، كان تمريرة باللاعب رابح في اتجاه فابريس أوندما، لكن الحكم يعلن عن تسلل وبالتالي كرة لفريق الرجاء البيضاوي. 12 دقيقة على بداية هذه المقابلة، كانوا جوج محاولات اللي كانت على إطار ضربة الخطأ، وما كنظنش أنه كان تسلل من خلال العملية. لو أمكننا نشاهدها مرة أخرى على إيين، كرة مرة عند فريق الرجاء البيضاوي عند اللاعب الهاشمي مازال محتفظ بالكرة، يحاول التمرير عند اللاعب الراقي اللي كما شارع السو، لكن كرة ضائعة لفريق الوداد البيضاوي. كنظن أنه أربع لاعبين أمام، اختيار صعب أنه دخل وسط مجموعة من اللاعبين وحاول أنه ينفرد بالحارس، وكان هو صعب عليه. اختار اختيار صعب، ولكن اللي جا له اختار هذا الاختيار هو اللاعبين المدافعين ديال فريق الرجاء هما اللي حولوه للوسط وداوه لفين كاين بزاف ديال المدافعين. نعم، وكرة مرة أخرى لفريق الوداد أو لفريق الرجاء البيضاوي عند اللاعب متولي، كترجع الكرة مع اللاعبين ديال فريق الرجاء يحاولون من خلال التمريرات إيجاد المنفذ داخل دفاع فريق الوداد البيضاوي. كرة عند اللاعب كوكو وعند والحاج كيمرر عند وكيعتمدوا على لي زاتاك بلاصي الحملات المنظمه، ولكن فيها بطء كبير وكبير جدا كيخليو انه فريق الوداد يترك بلاصه فاسيلمون في لوكون ديالو. نعم، وعليين نحن في بدايه هذه المقابله دائما محاولات من الطرفين، لم نشاهد اي محاوله هدت لا مرمى الحارس عقيد ولا ايضا مرمى الحارس العسكري. و55 لصالح فريق الوداد البيضاوي. نذكر دائما المشاهدين الكرام انه بالنسبه لهذه المقابله في الثالثه عن مقابله الدور 24 بالامس، زوال فريق نادي القنيطره بهزيمه بميدانه امام فريق المغرب الفاسي بهدف لصفر، وبنفس النتيجه ايضا انهزم ليلا فريق حسن تقادير امام فريق اولمبيك خريبكه. خمسة عشر دقيقة دائما صفر لمثلي في هذه المواجهة التي تجمع الطرفين برسم الدورة 24. هذا هو الدربي 116، الكرة عند لاعب الصالحي عند كاروشي مازال محتفظ بالكرة، كردال الوراء في اتجاه اللاعب دريسا كوليبالي ضائعة، لكن كيتمكن منها لاعب كوكو عند مابيدي انطلاقه من الجهه اليمنى ديال اللاعب الهاشمي، بالفعل كيبر ليه عند اللاعب متولي اللي حاول يراوغ، لكن الكره ضاعت منه وكترجع مره اخرى عند فريق الوداد البيضاوي. ضائعه عند اللاعب الهاشمي يحاول يراوغ، لكن ضاعت مره اخرى. كرات كثيره ضيعة لا من جانب فريق الوداد ولا من جانب فريق الرجاء البيضاوي، وكرة كتمشي تماس لصالح فريق الرجاء.
بالنسبه للوداد وخا كان تعطل الان في اعطاء الطريقه باش كيلعب، لانه بار ديفو كترجع بعض الاحيان 4-4-2، بار ديفو بعض الاحيان اخرى كترجع 4-5-1، وبالتالي ما كاينش استقرار اللي باين العيان بالنسبه للفريق الوداد، رغم انه كيلعب 4-2-3-1. 4 في الدفاع هو المسن ورابح والعطوشي والخارقي، بالرابح وفتاح كيلعبوا في وسط ميدان دفاعي، اونداما وكوني على الاطراف، الكارتي وسط الميدان الهجومي، وايفونا هو الهجوم. ولكن على الورق كنشوفوها في الاول، ولكن من خلال اللقاء فما انستابيليتي تاكسيك ما كايناش عند الوداد. ومحاوله لفريق الوداد البيضاوي، الصراع في نهايه المطاف، الحكم يترك الامتياز، دائما الكره عند فريق الوداد البيضاوي، تمكن من هذه المحاوله ولو فيها انه كان واحد مجهود كبير بدني، ولكن فيها في نهايه المطاف توج بان الكره دائما لفريق الوداد البيضاوي. هناك في الجهه اليمنى خطيره المحاوله، لكن تدخل، كان تدخل في اللحظه المناسبه لابعاد الكره، وبالتالي الحلوله دون تسجيل الهدف الاول لفريق الوداد البيضاوي بوسط لاعب فارس اونداما. نشاهدوا كيف ان اللاعب عادل كاروشي تدخل في اللحظه المناسبه للحلوله دون خطر، كان يتعدد مرمى الفريق رجع، ولكن الحكم قبل ذلك كان قد اعلن عن خطا لصالح فريق الرجاء البيضاوي. والان كنشوف الوداد بانه لعب بطريقه 4-4-2، المهاجمين قارين في الهجوم، وبالتالي انيكزاكتيتيود في النهج التكتيكي ما باينش بالنسبه للوداد، ربما انه التحرك ديال اللاعبين هو اللي كيخلينا انه نشوفوا كل مره بنهج تكتيكي معين. نعم، كانت هذه محاولة لفريق الرجاء، لكن الكرة تضيء، دائما محاولة بوسط اللاعب الصالحي اللي مازال محتفظ بالكرة، محاولة للتمرير الصالحين، تمريرة جيدة لكن ضائعة في نهاية المطاف، تعود لفريق الوداد البيضاوي عند اللاعب الخالقي. إذا محاولة الانطلاق من جديد بالنسبة لفريق الوداد، تمريرة كانت تكون جيدة لو تمكنوا من اللاعبين ديال الوداد. عند سعيد فتاح اللي كيغير الاتجاه للجهة اليسرى. انت في هذه اللقطه هاني كنشوفوا بانه كاين 4-5-1، وبعض اللقطات اخرين كنشوفوا ب 4-4-2. واش الشريف انه كيمزج ما بين هذه الخطتين، ام انهم اللاعبين لنفسهم هم اللي قرروا داخل الملعب؟ نعم، ومحاولة جيدة لكن فوق المرمى، أول تسديدة اللي كتكون من خارج المربع ماشي من كرة ثابتة، كتكون لفريق الوداد البيضاوي. إذا هو في الاستعصاء بالمرور بالتوغلات أو على الأطراف جاء فريق الوداد القذف من بعيد. شاهدوا مرة أخرى كيف أنها تسديدة، ولو أنها كانت بعيدة إلى أنها كانت مبادرة أولى على مستوى التسديد من خارج المربع بعد ضربات خطأ اللي كانت لا لفريق الوداد ولا لفريق الرجاء. وفابريس أونداما اللي انصاب خلال، وكيبقى بالنسبة لفريق الرجاء البيضاوي ما بيديه هو اللي كيسجل في هذه الآونة الأخيرة، لبس الجلباب ديال الهداف ونابع الزملاء في التسجيل في المقابلات السابقة. إذا فابريس أونداما اللي ربما الطريقة باش سدده بهذا الشكل هذا كان عنده تأثير على بالفعل بشكل قوي، وفي واحد اللحظة فجأة وحتى ما كيكونوش دي باز فيزيك عند اللاعب، راه أي حاجة كيمكن لها تغلب عليه في اللقاء، خاص اون بريباراسيون سوليد، لا من ناحية لي موسكل ديالو لا من ناحية الأشياء البدنية اللي كتهم هذا الاتجاه. ويمكن أن نؤكد أنه بالنسبة لفريق الرجاء البيضاوي هو هجوميا أو فريق الوداد أفضل هجوميا من الرجاء، وعلى العكس ففريق الرجاء أفضل من الوداد على مستوى الدفاع. هداف الوداد هو اللاعب إيفونا بست أهداف، في حين هداف الرجاء مابيدي بسبعة أهداف. ومابيدي اللي اعتدنا عليه أنه كان كيلعب في وسط ميدان دفاعي، الآن ولا كيلعب على الأطراف، وبالتالي الان هو اللي عنده السبق في التسجيل لانه كيجي من بعيد وما كتكونش عليه الرقابه. وخصوصا الاهداف الثلاث اللي عطات الفوز لفريق الرجاء امام شباب الريد الحسيمي، وكان وراءها اللاعب مابيدي. كره مره اخرى عند فريق الرجاء البيضاوي من الجهه اليمنى بوسط اللاعب الهاشمي سي عسو. كما شرتي اننا لم نشاهد نفس القوه اللي كنا كنتظروها، ان غابت عن المدرجات كنا ننتظرها على مستوى ارضيه الملعب، لكن حتى الان لا زالت غائبه. بالفعل ومحاوله جيده لفريق الرجاء البيضاوي من الجهه اليمنى وسط اللاعب هاشمي، ضربة رأسية لكن تمر بعيدة على مرمى الحارس عقيد. إذا اللاعب كوكو كان تمريرة جيدة، لكن الضربة النهائية أو تنفيذ مستوى لاعب كوكو في اتجاه المرمى كان
لم يكن بالدقة المطلوبة لتسجيل الهدف في مرمى فريق الوداد البيضاوي. ويمكن أنه هدف لهذا الفريق أو ذاك هو اللي غادي يحرك المقابلة. نعم شيء أكيد أنه الهدف لو سجل خلال هذه المقابلة ستأخذ المقابلة وجهة أخرى. أكيد أن كل الفريق المنهزم سيبحث عن هدف التعادل مع ما يلي ذلك من محاولات. وأيضا هذه محاولة لفريق الوداد البيضاوي من الجهة اليمنى بوسط لاعب الخلقي كرة الكرة الوراء، محاولة الانطلاق من جديد ما كاينش خطأ. الحكم يقول امتياز اللي صالح فريق الوداد البيضاوي، لكن في نهاية المطاف يضطر لإيقاف المقابلة لإعطاء الإسعافات للاعب بالرباح بعد اصطدامه باللاعب مابيدي. أكثر اللاعبين اللي كيداو لها جميع المواقع مشاركة في الديربيات هو اللاعب جريندو اللي كيقولوا بأنه لعب 19 مقابلة، ولكن أنا كنقول بأنه شارك في 23 مقابلة ديال الديربي لأنه شارك 19 كلاعب وربعة كمدرب مساعد ديال فريق الرجاء. وضربة خطأ لصالح فريق الوداد البيضاوي. عدد الأخطاء إذن 5 للوداد و3 لفريق الرجاء البيضاوي. نفد ضربة الخطأ في مربع، لكن تصدي ديال الدفاع ترجع مرة أخرى تصبح هجوم مضاد لفريق الرجاء البيضاوي بوسط اللاعب كوكو من الجهة اليمنى، محاولة الانطلاق بوسط اللاعب ياجور لكن أو اللاعب مابيدي، لكن في نهاية المطاف تضيع هذه الكرة وتعطي تماس لصالح فريق الوداد البيضاوي. الايقاع فهو ما كيرقاش لواحد ايقاع عالي، كاين ايقاع كاين تبريرات خاطئه، ما كاينش امتلاك الكره لا لهذا الفريق او ذاك، وبالتالي غياب المحاوله التسجيل ما كتعطيناش واحد الجماليه في الايقاع. تتشابه ربما المدرجات مع ارضيه، ما شاهدناش النقطه الضوء اللي كتبقى الان كبيره هي ما نشاهده في الجهه اليمنى من شعارات ومحاوله بوسط لاعب عادل كاروشي اللي كبر تمريره خاطئه كترجع مره اخرى عند فريق الوداد البيضاوي. انطلاقه من جديد عند اللاعب محاولة بوسط لاعب فريق الوداد البيضاوي فابريسي ربما، لكن ضاعت وكان تدخل ديال اللاعب عادل كاروشي اللي كيخرج كرة تماس لصالح فريق الوداد البيضاوي. الفريقين بجوج كيعتمدوا على الدفاع ديال المنطقة وما كاينش واحد الرقابة فردية، وبالتالي كل فريق كيحافظ على المنطقة ديالو دفاعيا. ومحاولة مرة أخرى لفريق الوداد البيضاوي، تمريرة جيدة لفريق الوداد لكن كانت بعيدة وبالتالي ما تمكنش اللاعب الودادي من الحصول على هذه الكرة. اللاعب كوني اللي كان كيتحرك كثير خلال هذه المواجهات. ولا كان الديربي السابق ديال الذهاب سجلوه جوج ايفواريين، فكانت قبل بالمقابلة تأهل هنا فريق الكوت ديفوار على السنغال بالدار البيضاء بيوم واحد قبل، وكنظن بانه ملعب محمد الخامس وفاء الحسن بالنسبه للايفواريين. نعم. اذا الكره مره اخرى عند فريق الرجاء البيضاوي. فريق الوداد استطاع ان يجمع 21 نقطه من اصل المجموع العام بالبيضاء، في حين بالمقابل حاز على 14 خارج الميدان. دي محاوله لفريق الرجاء البيضاوي، فرصة ضائعة لفريق الرجاء البيضاوي من أبرز الفرص خلال هذه الجولة الأولى. اللاعب صالحي لست أدري، سنشاهد من خلال الإعادة كيف أن هذه الكرة أفلتت وضاع بالتالي هدف محقق على فريق الرجاء البيضاوي. الحكم يقول خطأ لصالح فريق الوداد، ونشاهد مرة أخرى التمريرة الجيدة ديال اللاعب ياجور في اتجاه اللاعب الصالحي اللي كان إمكانه أنه ربما فكر أكثر ما فكرش في الكرة اللي قدامه أكثر ما فكر في أشياء أخرى اللي غتجيب الكرة. هذه من جهة، وكان القرب ديالو من ياجور والسرعة ديال لاباس ديال ياجور هي اللي خلاتها تدخل بزاف تحت رجلو، وبالتالي غابت عليه التركيز في هذا المحاوله. هذه ومحاوله لفريق الرجاء البيضاوي، كره ضائعه تعود مره اخرى لفريق الوداد. 25 دقيقه دائما التعادل السلبي صفر لمثل هذه المحاوله. كانت بوسط لاعب لمسن احد العناصر الجيده داخل فريق الوداد البيضاوي، دائما محاوله وتماس كان بوسط لاعب صالح. هذه المحاوله حكم ربما يقول خطا
لصالح فريق الرجاء وبالضبط للاعب الصالحي. هل سيكون هناك انذار ام انذار شفوي؟ بل انذار بالفعل لفريق الوداد. اول انذار خلال هذه المقابله يكون للاعب عطوش امين. اذا نحصل على انذار. ونشاهدوا التدخل اللي كان رفع الرجل ديالو بشكل لا رياضي، الحركه اللي تعقب عليها وبالتالي كان الانذار ديال الحكم السيد جيد. وربما دخول المسن في هذه المقابلات الاخيره ابلته انه فريق الوداد كيستقبل الكثير من الاهداف. الورجي لاعب كبير ولكن على المستوى الهجومي، ولكن المسن على المستوى الدفاعي فهو الافضل في الوداد. ومن غير انه اللاعب المسن ولو انه لاعب بوصفه دفاعيه لكن عنده تقنيات كبيره وفنيات على مستوى، وراكم الكثير من التجربه على مستوى الدربيات هنا بالبيضاء. وتماس لصالح فريق الوداد البيضاوي. فريق الرجاء على مستوى الاهداف سجل 19 هدف داخل الميدان وسجل فقط 5 خارج الميدان، في حين استقبلت مرماه 4 اهداف داخل الميدان وسجل عليه 8 اهداف خارج الميدان. اذا انذار ثاني لفريق الوداد في ظرف وجيز للاعب كوني. اذا بعد اللاعب عطوشي اللاعب كوني هو الاخر يتلقى انذار. 2 انذارات لفريق الوداد البيضاوي. وهذه الانذارات المبكره اللي كتكون في بدايه اللقاء كتاثر على المردوديه العامه ديال اللاعب، لانه كيبقى يخاف باش يرتكب خطا اخر، وبالتالي كان الاندفاع البدني ولو جوفيري اللي خصو يديرو ما كيبقاش يديرو وكتقل الفعاليه ديال اللاعب. اذا كان احتجاج من المدرب شريف ونقاش بين الحكم السيد جيد وشريف والمكلف الاداري راه ما كيحتاجش على اللقطه، كيحتاج على انه اللاعب ما يبقاش بنفس المردوديه ديال لانه تلقى صفراء، فالمردوديه ديال كوني غادي تقل بكثير لانه غيبقى يخاف باستقبال الورقه الصفراء الثانيه. ايوا شيء اكيد، ولكن الحكم جيد بلا الانذار ديالو على التدخل اللي كان من الخلف خلال هذا قبل قليل في هذه المواجهه التي تجمع بين فريق الوداد وفريق الرجاء، ونتابع مباشره على قناه دوزام. اذا برسم الدور 24 محاوله لفريق الرجاء عند لاعب الهاشمي اللي كيمرر في اتجاه اللاعب كوكو عند اللاعب متولي كترجع كرة صراع يسمح لصالح اللاعب فابريس اوندما. كاين خطا وربما سيوجه الحكم انذار، اظن انه سيوجه انذار او يعني الخطا سيكون احتجاج من اللاعبين الوداديين، لانه في هذه اللحظه بعد انذارين اللي توجهوا اللاعبين ديال الوداد كانوا ينتظروا انه يكون انذار ايضا في حق اللاعب الرجعي بعد هذا التدخل على مستوى الهدافين. يمكن ان نقول بانه حتى الان يحتل قائمه الهدافين في تاريخ الديربي هو الهداف الديربي هو اللاعب سعيد غاندي اللي سجل 7 اهداف. اذا اللاعب الراقي لم يحصل على انذار وترفض، وهذه محاوله لفريق الوداد لكن كان خطا اعلن عنه الحكم ضد فابريس اوندما. ونسير نحو نصف ساعه الاولى، نهايه نصف ساعه الاولى بالتعادل السلبي 0 ليميت ليه. كان هناك حكم تماس والذي اعلن عن الخطا. وكره مره اخرى لصالح فريق الرجاء البيضاوي. اذا على مستوى الاحتكار الكره ففريق الوداد اكثر احتكار 43% في حين فريق الرجاء 37%. وربما ديك السبعه اللي زايده ديال اون بوسيسيون دو بال كتكون غالبا كتكون في المنطقه الدفاعيه ديال فريق الرجاء وما كتكونش في المنطقه اللي خصها تجيب الاهداف. نعم. اذا الكره عند فريق الوداد البيضاوي. ونذكر من التحق بنا من الجمهور ان جانب من الجماهير خصوصا الوداديه تقاطع هذه المقابله، لم تحضر لمتابعه لقاء الديربي في نسخته 116 بعد 100، وبالتالي اختلفت الاسباب في تفسير الغياب بين الاحداث الاخيره لمركب الوداد وبين من ربما يتحدث عن المسرحيه وبان مقابله الديربي ليست الا مواجهه
للمواجهة آنية لنتيجة معروفة مسبقا أو متفق عليها مسبقا. إذا محاولة نتمنى أنه اللاعبين يكتبوا هذه المسرحية من خلال أرضية الميدان من خلال هذه المواجهة. إذا الكرة عند اللاعب الحاج والحاج الكاميرا عند اللاعب عادل كاروشي عند الصالحين تلقى لفريق الرجاء البيضاوي في اتجاه اللاعب متولي اللي تمكن من الكرة. أول محاولة اللي كتشاهدوا فيها التمريرات كانت كل خطأ والحكم جيد كان في المكان المناسب لإعلان عن هذا الخطأ لصالح فريق الرجاء البيضاء. وهذه صعيبة على اللاعب متولي لأنه لي طوندون داشيل كان غادي تصابوا بشكل خطير. شاهدوا كيف تدخل ديال اللاعب سعيد الفتاح كيتنفذ التماس عند اللاعب كوكو اللي كيمر في اتجاه اللاعب مابيدي ولكن انطلق من الجنوب نادي احد الاصدقاء ديالو لكن تاخر وكترجع مره اخرى عند اللاعب متولي. هذه محاوله جيده لفريق الرجاء البيضاء ولكن الكره كنظن انها تجاوزت خط المرمى والحكم يعلن عن خطا لصالح فريق الوداد البيضاء. والرجاء كيكون فعال وكيكون خطير ملي كيعتمد على ليزانتيرفال، اعتمد على الانتيرفال في هذه اللقطه وكان غادي تيب خطوره كبيره على فريق الوداد. نعم لاحظ لاباس في الانتيرفال هي القوة الضاربة ديال الرجاء عبر التاريخ. نعم وأظن أنه كيلو دوت نعم. كان هناك الشك فقط. إذا محاولة لصالح فريق الوداد البيضاوي. إذا على مستوى حالة تسلل 2 للوداد وواحدة فقط لفريق الرجاء البيضاوي. الوداد كيعمل على استرجاع الكره بسرعه في الوسط خصوصا والمرور الترشيط الهجومي خاصه على بعض الاطراف ولكن ما كاينش تتمه ديال العمليات في اتجاه الهجوم. ومحاوله لفريق الوداد البيضاوي كان تدخل جيد وهذه من بين اللقطات اللي كيلعبوها الاطراف بسرعه ولكن الفعاليه في تتمه المحاولات ما كتكونش. إذا محاوله مره اخرى لفريق الرجاء البيضاوي تبريره الحكم السيد جيد يقول ليس هناك اي خطا كان هناك تدخل ديال اللاعب عطوشي. اذا عطوشي احد العناصر الشابه في صفوف فريق الرجاء في صفوف فريق الوداد البيضاوي عفوا لكن من خلال التدخل مشاهد الحكم السيد جيد ترك الامتياز لم يعلن عن اي خطا وبالتالي تظل النتيجة على حالها 0-0 بعد مرور 33 دقيقة من مواجهة فريق الوداد والرجاء برسم الديربي الذي يجمع الطرفين عن الدورة 24. الملاحظة ديال فريق الرجاء هو أنه الفريق يتفاعل جيدا عند امتلاك الكرة ولكن يتدهور مستوى عند ضياع الكرة وهذا هو الخاصية اللي يخص يعمل عليها فريق الرجاء هو عند ضياع الكرة أنه يتفاعل مع المقابلة بشكل جيد. كرة مرة أخرى عند فريق الوداد نذكر أنه بالنسبة لفريق الوداد البيضاوي فريق الوداد الآن الحكم يعلن عن تسلل. بالنسبة للدورة المقبلة ففريق الوداد يرحل لمدينة وجدة لمنازلة النهضة البركانية في حين الرجاء يستقبل فريق حسنية أكادير. وأظن لا فريق النهضة البركانية لا فريق حسنية أكادير ما كتسمحش لهم الظروف اللي كيعيشوا على مستوى النتائج من مراكمة نتائج أخرى سلبية. كرة مرة أخرى لصالح فريق الرجاء البيضاوي والكرة تصطدم بالقائم الأفقي. إذا كانت هذه أبرز محاولة خلال الجولة الأولى لفريق الرجاء البيضاوي كادت ان تعطي الهدف الاول في هذه الدقيقه. بنيران صديقه. اذا لولا ان العارضه حالت دون الهدف لفريق الرجاء سنشاهد مره اخرى اول تهديد اول كره خطيره كانت خلال هذه المواجهه التي كادت ان تعطي الهدف للفريق الزائر اي فريق الرجاء البيضاوي. محاوله مره اخرى لفريق الرجاء محاوله خطيره تمريره ومحاذيه بهجومين متتاليين لفريق الرجاء البيضاوي هدد بشكل كبير مرمى الحارس عقيد ومرمى فريق الوداد البيضاوي. الدقيقة 34 كتعطينا توهج هجومي ديال فريق الرجاء. كنقول لك عند امتلاك الكرة الرجاء كتكون جد فعالة ولكن عند ضياع الكرة هنا في كيكون المكان ديال الضعف ديال الرجاء. نشاهدوا مرة أخرى المحاولة اللي كانت بوسط اللاعب الصالحي واللي مرت أمام الحارس. إذا كانوا جوج محاولات اللي يمكن نعتبرهم من أبرز المحاولات خلال هذه الجولة لفريق الوداد لفريق الرجاء البيضاوي ولفريق الوداد. إذا كل المحاولات اللي كانت خلال الجولة الأولى من أبرز المحاولات كانوا جوج محاولات اللي كا
كادوا يعطوا الهدف للفريق الزائر، ولو كما ذكرت سابقا يلعب بمركب محمد الخامس، ولو انه هو المساند اكثر بجماهيره الحاضره في هذا العرس الرياضي. كره عند اللاعب بالرابح، تمريره للجهه اليمنى لفريق الوداد البيضاء، الكره ما خرجتش. اذا اللاعب بكاري كوني، بكاري كوني مازال محتفظ الكره عند فابريس هونداما، فابريس هونداما اللي غيحاول يمرر، ما كاينش في الجهه اليسرى من اللاعبين الوداديين اللي كان في الموضع يسمح اللاعب بالتمرير اللي كتضيع مره اخرى، كترجع عند فريق الرجاء البيضاوي عند اللاعب الراقي. هجوم مضاد سريع لفريق الرجاء عند اللاعب ياجور، دائما محاوله لفريق الرجاء لكن حارس عقيد يكون في المكان المناسب. الحارس عقيد اللي رغم انه ما لعبش مقابله كثيره لانه عنده ثقه في مقابله بحجم مقابله الديربي اللي يعني فيها الضغط كثير، واللي عطاه الثقه هو جمعيه سلا، لانه جمعيه سلا دار فيه الثقه ولعبوا المقابلات عديده، وبالتالي جاء عنده المقابلات في رجليه، وهذا اللي كيساعده الان مع الوداد. نعم، باش يكون مستعد للمقابله من حجم هذه المقابله، وهذا هو علاش بريتي هو مفيد للفريق اللي كيطلقوا ولكن غير مفيد للفريق اللي كيستقبلوا، لانه من بعد كيرجع للمكان ديال المكان ديالو لانه خلى السلاف في مأزق، ولكن احتاجته الوداد. وهذه محاوله لفريق الرجاء البيضاء بوسط لاعب متولي خطيره عند لاعب ياجور، ياجور كيقذف والعارضه مره اخرى. اذا محاوله مره اخرى تضيع لفريق الرجاء البيضاء، ثالثه خلال العشر دقائق الان ما بين الدقيقه 30 والدقيقه 37، ثلاث محاولات كانت خطيره من بينها اثنين كالعارضة هي التي حالت دون الهدف لفريق الرجاء البيضاء. وتشاهدوا مرة أخرى الزيادة ديال اللاعب ياجور، كنظن أنه اللاعب اللي اللاعب الودادي ربما هو اللي كان له الفضل كثير فأن هذه الكرة مشات بعيدة، لأنه هو اللي ضيق عليه شيئا ما وما خلاش يكون أمام المرمى بشكل مطلوب لتسديد في اتجاه المرمى، ولكن التمريرة كانت تمريرة جيدة من اللاعب متولي، وأيضا تسديدة ديال اللاعب وحتى السويفي ديال ديمابيدي كان في الاتجاه الصحيح، ولكن لسوء حظه الكرة ضربت في الاتجاه الآخر. نعم، و 8 دقائق على نهاية الجولة الأولى في وقتها القانوني، دائما التعادل السلبي 0-2 مع أبرز المحاولات كانت لفريق الرجاء البيضاوي. وتشاهدوا مرة أخرى كيف أن هذه الكرة كانت قبل كرة اللاعب ياجور والتي كادت أن تعطي الهدف الأول. إذا فرصتين زائد التسديدة اللي كانت ديال اللاعب ياجور قبل ذلك، ثلاث محاولات اللي كانت خطيرة لفريق الرجاء البيضاوي خلال 7 دقائق الأخيرة، وكادت أن تكون أو تمنح السبق لفريق الرجاء البيضاوي. إذا دقيقة 39 دائما 0-0، الكرة عند اللاعب الراقي، الراقي اللي كنلاحظوا انه كيلعب على مستوى الدفاع على مستوى الهجوم. هذه محاولة لفريق الوداد البيضاوي خطيرة، محاولة لفريق الوداد البيضاوي، والحارس العسكري يتألق مرة أخرى، يتألق العسكري في إنقاذ مرمى من هدف محقق خلال هذه المحاولة، كادت أن تكون الهدف لفريق الوداد البيضاوي. إذا شاهدنا خلال هذه اللحظات كيف أن الهجوم لا فريق الوداد ولا فريق الرجاء تحرك، وبالتالي إيفونا مالك يضيع فرصة لتسجيل الهدف لفريق الوداد البيضاوي. نشاهده، لكن كان هناك تألق للحارس العسكري الذي حال دون الهدف، وكان هناك خطأ على مستوى التموضع ديال اللاعبين اللي فتحوا المجال لاعب إيفونا مالك. ومن خلال الإعادة كنشوفوا ثلاثة ديال اللاعبين ما دايرينش انكادراج لبورتور دوبال، وبالتالي وهذه محاولة لفريق الرجاء، لكن الحارس عقيد يتمكن من الكره، وكنظن انه 10 دقائق كانت كافيه لتحرك لا هجوم منذ الدقيقه 34 لا هجوم فريق الوداد البيضاوي لمحاوله البحث عن الهدف. ما شاهدناش خلال 30 دقيقه الاولى اي محاوله لجاده لفريق الوداد كما لفريق الرجاء، بالعكس شاهدنا خلال ابتداء من الدقيقه 34 كانت هناك 3 محاولات لفريق الرجاء ومحاوله حقيقيه ايضا لفريق الوداد البيضاوي، واظن أنه كان بإمكان أحد الفريقين أن يكون منتصر حتى الآن ولو بهدف لصفر على
سواء فريق الوداد او فريق الرجاء. بالنسبه للفريقين فريق الرجاء كيعتمد على استرجاع وربح النزالات في المنطقه الدفاعيه، وفريق الوداد كيعتمد على استرجاع الكره في الوسط، وبالتالي اللي كيكون الخطير هو فريق الرجاء اللي كيعتمد على استرجاع الكره في الدفاع والانطلاق نحو العمق بحملات مضاده. نعم، وكرة مرة أخرى لفريق الرجاء البيضاوي عند اللاعب الهاشمي، كانت محاولة ولكن دائما خطيرة بوسط لاعب عادل كاروشي، والحارس اختيار خاطئ. نعم اللي اختار لو كان بإمكانه التمرير أو رودريل الأصدقاء ديالو كانوا في موضوع جيد، وكان بإمكانه بلمسة صغيرة يسجلها الهدف، لكن فضل أنه يسدد ومن اختيار صعب صعب أنه يسجل في التموضع اللي هو فيه اللاعب عادل كاروشي في الوقت اللي كان بإمكان أننا نشاهد لو شاهدنا اللاعبين ياجور يطالب بالكرة، لاعبين آخرين كانوا في تموضع أحسن وكان بإمكانهم أنهم يسجلوا الهدف لصالح فريق الرجاء البيضاوي. دي محاولة أخرى لصالح الرجاء، تضيع الكرة تصبح هجوم مضاد عند اللاعب المسن، المسن اللي كيبعد الكرة في اتجاه اللاعب اللي تمكن منها هو اللاعب الهاشمي، الهاشمي عند اللاعب الراقي، الراقي اللي مازال كيبحث على من يمرر الكره، بالفعل كيمرر في اتجاه من؟ في اتجاه اللاعب الصالحي، وخطا ضد اللاعب الصالحي، اذا خطا ضد اللاعب الصالحي لصالح فريق الوداد البيضاوي. نذكر بالمقابلات المتبقيه للوداد البيضاوي، فهناك النهضه البركانيه في الدوره المقبله، بعد ذلك الجيش، الجمعيه السنويه لقاءات كلها سيخوضها فريق الوداد خارج الميدان، في حين سيستقبل شباب الريف الحسيمي والوداد الفاسي والدفاع الحسني الجديدي، في حين المقابله المتبقيه للرجاء سيستقبل حسني تكادير الفتح الرباطي، ويستقبل ايضا المغرب التطواني في قمه بطبيعه الحال على البطوله الوطنيه داخل الميدان، الكوكب والمغرب الفاسي واسفي سيرحل لمواجهتهم خلال ما تبقى من منافسات البطوله لهذا الموسم. ونقترب من الدقيقه الثالثه والاربعين، كره لفريق الرجاء البيضاوي عند لاعب عادل كاروشي، عادل كاروشي ترجع الكره عند لاعب والحاج، والحاج مازال محتفظ بالكره عند اللاعب دريسا كوليبالي الراقي، الراقي كترجع الكره بوسط لاعب متولي عند لاعب دريسا كوليبالي، ولم يهدأ بال جمهور فريق الرجاء البيضاوي منذ بدايه هذه المقابله وحتى الان ظل يساند يشجع، خصوصا انه ليس له منافس خلال مقابله اليوم. وكرة مرة أخرى عند اللاعب الصالحي، الصالحي كان تمرير في اتجاه اللاعب عادل كاروشي، عادل كاروشي اللي تمكن من الكرة كيمر خاطئة على بل كانت تمرير أخرى من اللاعبين ديال فريق الرجاء، وكانت هناك عملية فنية والحكم في نهاية المطاف يعلن عن خطأ لصالح فريق الوداد البيضاوي، كان استعراض فني اللاعب متولي لكن بدون نتيجة بطبيعة الحال، والحكم يعلن عن تسلل لاعب متولي. اللي خلى فريق الرجاء ان يتوهج في هذه العشر دقائق الاخيره هو انه كيبحث على اللاعب في العمق اكثر، والمهاجمين ديالو ولاو كيتحركوا بدون كره، وهذا تسهل على حامل الكره الماموريا، وبالتالي كان متوهج في هذه الدقائق الاخيره فريق الرجاء. وكره مره اخرى عند فريق الوداد البيضاوي، اذا على مستوى تعادل على مستوى التسلل الوداد 2 والرجاء ايضا 2، وهذه محاوله لفريق الوداد البيضاوي بالجهه اليمنى، محاوله جيده، كان هناك خطا، بالفعل كان هناك خطا، والحكم السيد جيد بالفعل يعلن عن خطا لصالح فريق الوداد البيضاوي ضد اللاعب عادل كاروشي. نقترب من نهايه الوقت القانوني، ما كانش وقت كثير اظن، لو سيكون في حدود دقيقتين خلال هذه المواجهة التي عرفت محاولة تشاهد اللاعب سعيد فتاح كيف ابدع، لاحظ تبديل كان لاحظوا نوع من الحركات الفنية، وهذا الحركات الفنية التي اعتدناها بالنسبة للاعبين الوداديين كما اعتدناها بالنسبة للاعبين الرجاويين، قبل ذلك شاهدنا متولي الان كنشاهدوا. اذا بالنسبة للاخطاء المرتكبة خلال هذه المقابلة فهي 8 بالنسبة لكل تعادل، حتى على مستوى الاخطاء 8 بالنسبة لكل فريق، وتنفذ ضربة الخطأ في اتجاه المربع بوسط اللاعب كوني
ويتمكن اللاعب إيفونا من الكرة، تعود لسعيد فتاح. سعيد فتاح إيفونا مرة أخرى، محاولة لفريق الوداد لكن كانت تغطية جيدة ديال الدفاع ديال فريق رجاء، والحكم أعلن عن خطأ. كيتنفذ بسرعة عند لاعب كوكو في اتجاه اللاعب ياجور عند اللاعب مابيدي يتمكن من المراوغة، لكن الكرة ضائعة في نهاية المطاف، ودقيقة فقط كوقت بدل ضائع. إذا الجولة الأولى كنظن أنها الجولة الأولى كانت البداية ديالها عرفت ركود على المستوى العطاء، الكرة تمركزت في الوسط أكثر من غيرها من المناطق، امتلاك الكرة كانت نسبيا للرجاء أكثر. منذ الدقيقة 34 انتعشت المقابلة بمحاولة تسجيل خصوصا من طرف الرجاء، الإطارة لم نلمسها في الجولة الأولى إلا في شقها الأخير. نعم، ونذكر المشاهدين أنه كان هناك 4 فرص، ويمكن أن نضيف حتى هذه الفرصة لفريق الرجاء، منذ 5 فرص 4 لفريق الرجاء وفرصة لفريق الوداد اللي كانت فرص حقيقية لتسجيل الهدف. والحكم في هذه اللحظة يعلن عن نهاية المقابلة على مستوى احتكار الكرة، 57 لفريق الرجاء و43 لفريق الوداد البيضاوي. نلتقي بعد قليل لمتابعة الجولة الثانية من هذه المواجهة، ون نلتقي أيضا لنأخذ ردود فعل اللاعبين وأيضا مجموعة من المواضيع الأخرى. إلى اللقاء بعد فريق للوداد كما للرجاء. وعلى مستوى التسلل أيضا تعادل 2 لكل فريق، وبطبعة الإحصائيات كنشكر الزملاء على مستوى احتكار الكرة، 57% لفريق الرجاء 43% لصالح فريق الوداد البيضاوي. إذا كانت هذه محاولة مرة أخرى اللاعب الكاروشي اللي في العود ديال التمرير لأحد الأصدقاء ديالو فضل أنه يسدد، وبالتالي احتجاج ديال مجموعة من الأصدقاء ديالو كانوا في موضوع جيد وكانوا ربما كينتظروا مثل هذه الفرصة تسجيل الهدف على مستوى الزوايا. إذا كانت هناك ركنية واحدة لفريق الرجاء البيضاوي، ونشير أن هذه المقابلة ننقل لكم مباشرة على قناة دوزيم في ذات الوقت. ونحن نتحدث عن هذه المقابلة وجب، وهذا من ربما الإشارات أنه الدور اللي قاموا برجال الأمن 5000 رجل أمن اللي أمنوا وسهروا على حتى يمر هذا الديربي في أحسن ظروف قبل أثناء وأيضا بعد المقابلة. رجال الأمن المختلف من مدينة الدار البيضاء ومن مختلف المدن الأخرى اللي جاءوا للقيام بتأمين الديربي اللي كيمر في أحسن الظروف، دون أن ننسى أن هناك خلية أمنية تتكلف أو ترافق لا فريق الوداد ولا فريق الرجاء في الحل والترحال لمدن أخرى. إذن وجب هذا الإشارة المجموعة من العدد اللي تخصد هذه المقابلة من رجال الأمن لتأمينها حتى تمر في أحسن الظروف. إذن رقم 17 يدخل في فريق الوداد، اللاعب اللي قام شريف بإدخاله هو اللاعب زهيد زكريا. إذن كرة مرة أخرى عند فريق الرجاء البيضاوي، ونبقى الآن مع الزميل مصطفى طلال الذي يستضيف الحارس الشاذلي، الحارس السابق لفريق الرجاء والمدرب الحالي للحراس. تفضل مصطفى. بالفعل حسن، نستضيف مصطفى الشاذلي المدرب السابق لفريق الرجاء الرياضي البيضاوي ومدرب حراس فريق الرجاء. مصطفى، كيفاش شفتي الجولة الأولى وكيفاش كتنتظر الجولة الثانية؟ وبعد ما كانت البداية شوية محتشمة فالفريقين دخلوا في المباراة لا سيما من الجانب ديالنا، استطعنا احتكار الكرة بشكل جيد، خلقنا فرص عديدة، غاب عليها شوية التركيز. التعليمات اللي تعطات اللاعبين في السوندة على الملابس هو نحاولوا نرفعوا من الإيقاع أمام المرمى ديال نادي الوداد، وتكون ديك التمريرة الأخيرة يكون فيها أكثر تركيز، وأكيد غادي نوصلوا للمرمى ديالهم إن شاء الله. شكرا مصطفى الشاذلي، نعود إليك زميل حسن فاتح. شكرا مصطفى. وكرة لفريق الوداد البيضاوي، انطلاقة جيدة، محاولة من الجهة اليمنى خطيرة، محاولة لفريق الوداد، هناك انطلاقة قد فا، لكن اللاعب إيفونا كانت أو التسديدة اللي كانت ديال فريق الوداد البيضاوي بالضبط للاعب أوندما كانت بعيدة على مرمى الحارس العسكري، ونشاهد جانب من التفوات الحاضرة خلال هذا المواجهة. نظن بانه التغيير اللي قام به شريف هو تغيير اضطراري، لانه لا اظن انه شريف غيفكر باش يخرج مدافع ويدخل المدافع في الظرفيه ديال التعادل او الظرفيه اللي معليش الخطر فريق الوداد. كنظن دخول زهيد وخروج رابح هو تغيير اضطراري على ما اظن.
ومحاولة لفريق الرجاء البيضاوي والحارس عقيد يتدخل لإنقاذ مرمى. شاهدوا أنه الحارس عقيد كيف تدخل خلال هذه الكرة للحيلولة دون هدف لصالح فريق الرجاء البيضاوي. إذن تماس لصالح فريق الوداد غير في اللاعب الخالقي. ونتمنى ان نشاهدوا نفس الحماس اللي شاهدناه خلال الدقيقه العشر دقائق اللي كانت غتشد فيها من الدقيقه 34. هذا هو ما نتمنى بطبيعه الحال. ومحاوله مره اخرى لفريق الوداد. هناك خطا كان دفع باليد دفع باليد وبالتالي خطا لصالح فريق الوداد. اذا جانب الجمهور الوداد اللي كاين حاضر ما نقولوش انه غايب بشكل كبير. حقيقه اننا كنشاهدوا اغلبيه المدرجات فارغه ولكن كاين جانب الجمهور الوداد اللي كيبين انضم بانه محتاج الى تشجيع الجمهور وطلب منهم. وبواحد الطريقه اللي كتبين بانه بالفعل لانه في هذه اللحظات محتاج الجماهير. ضربة خطأ ومجموعة من العناصر تستعد من فريق الرجاء كما من فريق الوداد البيضاوي. ضربة الخطأ اللي غتنفذ غينفذ اللاعب كوني بكاري. وكانت محاولة جيدة لفريق الوداد نشاهدها مرة أخرى لكن تدخل ديال الدفاع عطى ركنية أول ركنية لفريق الوداد البيضاوي نشاهدها من زاوية أخرى. هذه المحاولة حاول أنه يمر يستغل ربما الانتباه ديال الحارس للجهة الأخرى. الحارس العكس اللي ما تمكنش من هذه الكرة كترجع مرة أخرى عند اللاعب سعد فتاح. محاولة هجوم مضاد لفريق الرجاء البيضاوي عند اللاعب مابيدي اللي كينطلق أمامه أول حاج. مابيدي مرة أخرى تمريرة جيدة. محاولة لفريق الرجاء البيضاوي من الجهة اليمنى. من الصعب على مابيدي أنه ينطلق بهذا الشكل لأنه بدا مجهود كبير من بداية الحملة. نعم بالفعل. والكرة هذه المرة لفريق الرجاء البيضاوي تنفذ التماس بسرعة عند اللاعب المابيدي. والكرة دائما رجاوية صراع وخطأ. الحكم كيقول بأنه ما كاينش خطأ. كتستمر الكرة عند فريق الوداد البيضاوي. انطلاقة هجوم مضاد التمريرة الجهة اليمنى عند اللاعب ايفونا. ايفونا اللي انطلق عنده واحد الخطوات اللي سريعه وتمريره جيده ومحاوله خطيره لفريق الوداد البيضاوي وكادت ان تعطي الهدف. اللاعب اوندا ما كان في تموضع جيد ولكن مره اخرى الحارس العسكري كان في المكان المناسب للحيلوله دون هدف لفريق الوداد البيضاوي. اذا نشاهدوا مع البدايه على عكس الجوله الاولى محاوله خطيره لفريق الوداد البيضاوي لكن ضائعه الكره عند اللاعب لمس اللي كينطلق هجوم مضاد لفريق الوداد البيضاوي. لكن كانت مسانده في الاولى كان الحارس العسكري الخروج ديالو كان خروج خاطئ ولكن في نهايه المطاف انه لحسن حظه الكره باش كلات خطر على المرمى ديالو وبالتالي ضاعت هذه الفرصه على فريق الوداد. ونشاهد كيف ان كل العوامل لعبت لصالح اونداما لكنه لم يستغل الفرصه. محاولة لفريق الرجاء البيضاوي لكن فوق المرمى ولكن كنلمسوا في المحاولة ديال الرجاء كيخونهم الحظ في العديد من المناسبات ولكن في الوداد انه كيكون العسكري هو اللي كيوقف سدا مانعا في وجه المهاجمين ديال فريق الوداد. نعم وكرة مرة أخرى عند فريق الوداد البيضاوي لكن كترجع عند اللاعب ايفونا ضائعه كتمشي عند اللاعب اولحاج. اولحاج مازال محتفظ بالكره كرد عند عادل الكاروشي. محاولات من الجانبين لكن انطلاقه جيده لهذا الجوله الثانيه. الكره عند اللاعب ياجور. ياجور في محاوله دخول مربع العمليات ضاعت منه الكره كترجع مره اخرى عند فريق الوداد. هجوم مضاد انطلاقه لصالح الفريق الودادي عند اللاعب بكاري كوني. بكاري كوني اللي غيحاول يغير الاتجاه دائما. سعد فتاح. سعد فتاح عند اللاعب كانت تسديده ولكن تسديده بعيده بوسط اللاعب اونداما اللي هذا جانب
الجمهور الرجاوي لو امكن اننا نشاهدوا صوره ولو في اللحظات اللي تكون فيها الكره واقفه ان نشاهدوا صوره عن مختلف المدرجات ديال ملعب محمد الخامس حتى نرى الغياب والحضور بين جمهور رجاوي وجمهور ودادي. اذا الكره مره اخرى عند اللاعب الهاشمي عند بابيدي كره ضائعه تعود مره اخرى عند اللاعب باكاري كوني في اتجاه اونداما دائما محاوله وقت قويه فوق المرمى ديال الحارس العسكري. اذا كنظن انه في بعض الاحيان اللاعبين ما كيكونش السرعه اكثر ما كيطيحوا في التسرع والتسرع وما كتكونش المسانده لانه ملي كيختار هذا الاختيار هذا هو كيكون اخر محطه ديالو فما كاينش المسانده. انا لاحظ المسانده ما كايناش ديال لاعب اخر من الوسط. نعم نشاهدوا كيف انه سدد بعيد على مرمى الحارس العسكري ونشاهدوا المحاوله التي كاد من خلالها وكان بامكان اللاعب اوندما لولا ان الحارس العسكري مره اخرى. اذا لكان فريق الرجاء البيضاوي من خلال المحاولات اللي تحت الفريق الوداد الى كان فريق الرجاء ما تسجل له هدف راه بفضل الحارس العسكري لمرتين. بل كان انفراد ديال اللاعب ايفونا انفراد ديال اللاعب اونداما ولكن تمكن انه ينقذ الفريق ديالو من اهداف محققه. وتضييع الاهداف ديال الرجاء كيجي من عدم وجود الحظ وعدم التركيز كذلك. نعم. اذا حتى الان فاحسن هجوم بالنسبه للبطوله الوطنيه هجوم فريق المغرب التطواني اللي عنده 28 هدف يليه الوداد ب 27 هدف في حين اضعف هجوم هو اولمبيك فريبكا. اقوى دفاع يعود لفريق الدفاع الحسن الجديد ب 9 اهداف. اضعف دفاع الوداد الفاسد سجل عليه 33 هدف. اقل فرق الهزام هو المغرب التطواني بهزيمتين واكثرهم هو فريق الوداد الفاسد ب 13 هزيمه. إذا النادي على مستوى الأرقام المسجلة خلال منذ انطلاق البطولة وحتى الآن ونحن في حدود الدقيقة 24. كرة مرة أخرى عند فريق الرجاء البيضاوي عند اللاعب راقي. كنشوفوا في هذه المقابلة ما كاينش لي زاتاك بلاصي وهنا غنهضر لك على الحملات المضادة والحملات السريعة. في بعض الأحيان تأتي تلقائية يعني من السهل أي فريق يستعمل الحملات المضادة والسريعة ولكن من الصعب على تكرار الحملات المضادة وبصيغه مسترسله. كاين عمل كبير في التدريب كتقام وهنا كنرجع للجديده وتطوان لهم العلامه الكامله في تدبير الحملات المنظمه. نعم وكره مره اخرى عند فريق الرجاء البيضاوي كتضيع هذه الكره كترجع مره اخرى والحكم يعلن عن خطا لصالح فريق الرجاء البيضاوي او تماس لصالح فريق الرجاء البيضاوي. اللاعب او المدرب الشريف اللي كان هناك القيل الكثير من الانتقادات القيل والقال بعد التحاقه مكان المدرب طالب لقياده فريق الوداد البيضاوي لكن اكيد ان النتائج الاخيره ساعدته في خصوصا انه النتائج جاءت في ظل الوضعيه الخاصه التي كان يعيشها المحيط ديال فريق الوداد البيضاوي. وكرة مرة أخرى عند فريق الوداد عند فريق الرجاء اللاعب الصالحي. تمريرة جيدة محاولة خطيرة لفريق الرجاء البيضاوي تمريرة لكن ضائعة والهدف الأول لفريق الرجاء البيضاوي في هذه اللحظة بعد أخذ ورد الكرة تعود للاعب يجور الذي يتمكن من تسجيل الهدف وبصيغة أخرى فالكرة بغاتو في هذا لأنه قدر ما أن الكرة مشات رجعت مشات معاه قدر ما هذه الكرة أنها مشات ورجعت وتمكن والفرحة الكبيرة ديال الجماهير الرجاوية اللي بطبيعة الحال بعد تسجيل الهدف تهلل وفي نفس الوقت حسرة لدى الجماهير الرجاوية لدى الاحتياطي ديال فريق الجماهير الودادية لدى الاحتياطيين من فريق الوداد البيضاوي اللي كيستعدوا لدخول هذه المقابلة. وصورة جميلة جدا أكيد أنها كان بالإمكان أن تكتمل بصور أخرى تكون بالأحمر وليس بالأخضر لجماهير فريق الرجاء البيضاوي على أي. فيمكن أن نقول أن هذه الاحتفالات قللت بشكل أو بآخر من حجم الغياب وإن كانت لم تنفيه أو كان شيء من العزاء في هذه الاحتفالات هذو بهذا الشكل هذا وبهذه الصور الجميلة اللي كتعطي الرونق المألوف لهذا الديربي.
بالفعل كنا كنتمناو نشوفه في الضفه الاخرى اللون الاحمر، ولكن شاءت الصدف انه يغيب للجمهور ديال فريق الوداد. نتمنى انه اناشد للجمهور ديال الوداد الذواق ان يعود الى الميادين في اسرع وقت. وكنظن ان الحارس عقيد بقدر ما تالق في هذه المقابله، بقدر ما صد محاولات انه خان الحظ في ابعاد هذه الكره، وكان الابعاد ديالو قريب من الرجل ديال اللاعب ياجور اللي استغل الفرصه مره اخرى وسجل الهدف. الهدف اللي اكيد انه سيعطي للمقابله وجه اخر وسيعطينا حماس اخر خلال هذه المواجهات، مواجهه الديربي. الهدف ياتي 10 دقائق فقط بعد بدايه الجولة الثانية. إذا الكرة مرة أخرى عند فريق الوداد البيضاوي بالجهة اليمنى عند اللاعب الخالق، وكان إنذار للاعب ياجور بعد خلع القميص، إنذار لمسجل الهدف. كرة مرة أخرى لباكاريكوني، باكاريكوني اللي غيحاول يبرر لكن ضاعت من الكرة، كانت محاولة المراوغة، كترجع مرة أخرى وتدخل لاعب المسد اللي كيبعد الكرة 5 متر و50 لصالح فريق الرجاء البيضاوي. وفريق الوداد مطالب بالتوفيق ما بين التنشيطين الدفاعي والهجومي، والتركيز والتضامن اللي غايب عليه في هذه الجولة. كنظن بأنه التطبيق ديال هذا الشيء كله ضروري بالنسبه للوداد لاعطائنا مشهد اخر غير هذا الذي نشاهده. نعم، وكره مره اخرى عند اللاعب مابيدي، مابيدي عند اللاعب ياجور، ياجور صالحي هناك انطلاقه ديال متولي لكن تاخر كثير، واللي مره ضاعت من الكره محاوله وتسديده لكن تمر محاذيه لمرمى الحارس عقيد. اذا نعيش الجوله الثانيه، نعيش احتفالات الجماهير، كانت تسديده بواسط اللاعب الراقي لاعب فريق الرجاء البيضاوي. إذن وعلى ذكر الهدف اللي سجله فريق الرجاء البيضاوي، فهجوم الرجاء يسجل بمعدل هدف فاصل 14 في كل مقابلة، هذا في حين أن الوداد يسجل بمعدل هدف فاصل 22. دفاع الرجاء يستقبل أهداف بمعدل 0.57 في حين فريق الوداد يستقبل بمعدل 0.86. ودائما نعيش احتفالات الجماهير، الكاميرا تعكس لنا الصورة، تعكس لنا كيف أن الجماهير تحتفل بالهدف الذي سجله اللاعب ياجور خلال هذه الجولة مع بداية هذه الجولة الثانية، ويمنح الامتياز لفريق الرجاء البيضاوي حتى الآن. هدف يأتي بعد أن ضاعت فرص لفريق الوداد كما ضاعت لفريق الرجاء البيضاوي. بالنسبة لفريق الرجاء الهم ديالو اللي أصبح في الجولة الثانية هو التنويع في الهجمات، تارة من الوسط، تارة التوغل من الوسط، وتارة أخرى من الإمدادات الجانبية، وهذا ما أكدنا القوة ديالو بعد ما أنه دخل الوداد هو متوهج في بداية الجولة الأولى الثانية. شيء أكيد، وهذه محاولة كانت بوسط اللاعب مابيدي. نذكر المشاهدين الكرام ان بالنسبه لفريق الرجاء فهو سيستقبل الاسبوع المقبل فريق حسني تقدير، في حين فريق الوداد يرحل لمواجهه نهضه البركان. وحسني تقدير فهو بصم على خامس انهزام على التوالي، في تدهور رهيب فريق الحسنيه بشكل غريب في الوقت اللي كنعرفوا القيمه والمقدوره الفنيه ديال المدرب السيد مديح، اللي مدرب كبير، كنلاحظوا انه النتائج بقدر ما كانت غاده بتسلسل غدا في اتجاه تصاعدي كترجع وكتعود انهزامات بشكل متوالي، اللي كيخلي مجموعه من التساؤلات كيطرح. اين الخلل؟ هل داخل الفريق؟ هل في محيط اي ما تشكاو من التحكيم، ولكن من خلاف التحكيم. ولكن انظن انه بعض المقابلات اللي شاهدتها ديال فريق حسني اكادير اكيد انه كان بعض المقابلات ضحيه ديال ضحيه التحكيم، ولكن بالمقابل هناك فرضيات دفاعيه كتنقصهم بعض الفرضيات الدفاعيه. كنظن بانه الحسني يكون دار دي ريكريتمون كبار على مستوى الدفاع، كنت غنرشحها باش تفوز باللقب. ولكن وما نساوش بانه ريكريتمون كيطلب كذلك امكانيات ماديه كبيره. على مستوى الهجوم فهم داروا دي ريكريتمون، كان احسن هجوم في واحد الفتره من الفترات، ولكن بالمقابل ولا كانوا كيسجلوا 27 فكتسجل عليهم 16، وبالتالي بعض الفرضيات، ما نقولش بانه تكتيكمون، ولكن بعض الفرضيات بالنسبه لحسن تكادير تخون هذه التجربه وتخون هذا الموقع الجيد داخل. نعم، وشيء اكيد اننا دائما نتابع هذه المقابله ونشاهد الهدف الذي تمكن ياجور من تسجيله، وكيف الحارس عقيد تعامل مع هذه الكره. اكيد انه كان عنده جزء كبير من سهل الماموريه ديال اللاعب ياجور اللي هو اللي تمكن
من منح الهدف هدف السبق لفريق الرجاء البيضاء. الشيء الجميل عندي يا زور هو عنده الإصرار في تسجيل الهدف رغم أنه كيضيع ثلاثة ولا أربعة ديال الأهداف فهو دائما كيقلب على الهدف، بالعكس ديال بعض المهاجمين ملي كيضيع جوج ولا ثلاثة فهو كيمشي يتخبع وراء المدافعين التفاؤل لا كيبقى يتخبع خيفة من تضيع فرص أخرى، ولكن يا زور عنده هذه السمة أنه دائما عنده الإصرار والإلحاح في تسجيل الهدف. وشيء اكيد انه بين المحاوله اللاعبين اللي كيحاول يسجل هدف واللاعبين الذين يخافون من المحاوله على عكس انهم لسبب انهم ما تمكنوش من تسجيل اخرى، اكيد كما شرتي انه اللاعب يجور باللاعبين اللي دائما عندهم المحاوله البحث عن الهدف والاصرار في البحث عن الهدف حتى يتاتى كره لفريق الوداد البيضاوي تغيير الاتجاه الجهه اليسرى عند اللاعب المسلم ما تمكنش من الكره وكتمشي تماس لصالح فريق الرجاء البيضاوي في التنفيذ اللاعب متولي. بالنسبة للفريق الوداد عندهم تقنيات واحدة في إنهاء العمليات، خص أنه التنويع في التقنيات، كاين المراوغة كاين التوغل كاين ليزيندو كاين البحث عن ليزانترفال كاين دي دوبلومون كاين لي كورس كروازي، ما كنشوفوا إلا وحدة ولا جوج عند الوداد، وبالتالي التنويع في هذه الهجمات خصها تخدم في التدريب باستمرار. نعم، وكرة مرة أخرى لفريق الوداد كانت فكرة جيدة وكان محاولة تبرير لأنه كانت انطلاقة في الجهة اليسرى، لكن الكرة كترجع مرة أخرى عند لاعب ياجور، محاولة أخرى لفريق الوداد الرجاء البيضاوي، لكن كرة ضائعة وفرصة ضائعة لفريق الرجاء. أسهلها يضيعها وأصعبها يسجلها. وشيء أكيد أنه مرة أخرى والحارس عقيد اللي ما تصداش الكرة سهلة تمكن أنه يسد هذه الكرة ويقوم بدور جيد في إنقاذ مرمى من هدف ثاني كان سيكون قاتل لو سجل في واحد المرحلة حساسة من اللقاء وكنت سجل ربما غادي ينهاروا لفريق الوداد معنويا، نظن بانه كان صالحهم التضييع، ولكن ما نراه هو الطريقه اللي التمرير الجيد اللي كانت التمريره ديال اللاعب متولي اللي كانت على الصدر ديال اللاعب اللي كمل هذه الجماليه ديال التمريره هو الكونترول اوريونتي بالصدر فالاتجاه وغادي الكره الاتجاه الاخر، وهذا هو الميزه ديال المهاجم الحريف بالفعل. اللي اذا تبقى النتيجه دائما هدف صفر، ونشاهد ولو انه ربما يجور تعامل مع الكره بثقه زائده. بالفعل. اذا كره مره اخرى عند فريق الوداد البيضاوي. حتى على مستوى الضغط لو بريسينغ ما كاينش في هذه المقابله، لا فريق الرجاء ولا فريق الوداد ما دايرينش واحد الضغط، لاحظ هنايا حامل الكره ما كيخرجش عنده فريق الرجاء بسرعه واللي ربح النزالات، لا فريق الوداد ولا فريق الرجاء ما دايرينش لو بريسينغ اي الضغط على حامل الكره في هذا اللقاء. اذا محاوله مره اخرى لفريق الوداد البيضاوي، مجموعه من المدافعين كنظن انه من الصعب ولكن الحارس العسكري تمكن من الكره. بالنسبه للمشروع الدورة المقبلة هناك البرنامج المحتمل ديال هذه الدورة انه فريق النهضة البركانية يستقبل فريق الوداد يوم السبت، ويوم السبت ايضا يستقبل فريق الرجاء حسني تكادير، في حين اولمبيك فريق يستقبل الكوكب المراكشي، يوم الاحد الجيش الملكي يستقبل الجمعية السنوية، واولمبيك سوادي محاولة لفريق الوداد البيضاوي لكن كتخرج ركنية. إذا أولمبيك سافي يستقبل الفتح الرباطي، وشباب الريف الحسيني يستقبل الدفاع الحسني الجديد، في حين فريق الوداد الفاس يختم لقاءات الأحد ضد النادي القنيطري، وآخر مقابلة عن الدورة المقبلة ستكون يوم الأحد، المغرب التطواني يستقبل المغرب الفاسي على الساعة 7 مساء. إذا ركنية لفريق الوداد البيضاوي، ضربة رأسية وتعبر محادية، أبرز فرصة لفريق الوداد خلال هذه الجولة الثانية، وكادت أن تعطي الهدف. المشاهد كانت هذه المحاولة من اللاعب اللي دخل كاحتياطي خلال هذه الجولة الثانية، نشاهد أن مرت ليس ببعيد عن مرمى الحارس العسكري. إذا كانت أبرز محاولة لفريق الوداد البيضاوي بوسط اللاعب زهيد زكريا. كرة مرة أخرى عند فريق الوداد، العنصر النسبي أيضا حاضر خلال المقابلات، وكنظن هذه الصورة اللي نبغيو نشاهدوها دائما في المقابلات ديال كرة القدم، نشاهدوها على مستوى المقابلات، يكون حضور الأطفال، العنصر النسوي، النساء، كل الفئات العمرية بطبيعة الحال. في غياب الكلمات النابية. الكلمة ولا أظن أنه ملي كيكون شيء من الحضور يعني أنه راه كاين واحد الجو اللي هو سليم عائلي. والجو عائلي ان شاء الله، القول كما كان في السابق
في كرة القدم الوطنية. إذا محاولة مرة أخرى لفريق الرجاء البيضاوي بواسطة اللاعب ياجور اللي كيقذف لكن ماشي محادية للمرمى. ولاه لاحظتي معايا فهناك خلل كبير على مستوى الدفاع، على مستوى التغطية بالنسبة للوداد، على مستوى الرقابة الفردية، فربما هناك تغييب في هذه اللحظات ولا ما استغلاش فريق الرجاء، فربما غيدوزوا من هذا لامباس يمكن يدوزوها بسلام فريق الوداد. نعم شيء أكيد. إذا الكرة مرة أخرى عند فريق الوداد اللي يحاول أن يجد المنفذ أن يعادل النتيجة، وسنرى هل سيتحقق ذلك أم أن فريق رجاء البيضاوي سيتمكن إضافة أهداف أخرى. إذا المحاولة لكن التدخل اللي كان ديال فريق رجاء البيضاوي بالضبط للاعب دريسا كوليبالي اللي كيبعد الكرة كتمشي على اللاعب الأولي، انطلاقة جيدة، صراع مع اللاعب المصري الكبدي على الكرة ترجع لفريق الوداد البيضاوي. الوداد البيضاوي تمريرة جيدة اللي كانت في اتجاه أوندما، لكن مرة أخرى تعود لفريق الرجاء البيضاوي عند اللاعب كوكو وعند الصالحي. الصالحي تمريرة جيدة لكن كان هناك المدافع الوداد اللي كان أسبق وتمكن من الكرة. كنظن بأنه المتولي استنزف الطاقة البدنية ديالو، ونتمنى أنه رشيد شو ما كانش ما ساهمش في هذا الاستنزاف ديال الطاقة البدنية ديالو. نعم، ومحاولة لفريق الوداد لكن الكرة تخرج تماس دائما للوداد البيضاوي. بالنسبة اللي غيكون متفق معايا المعيد البدني ديال الرجاء ولا ديال الوداد، فنحن في فترة من 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 الموسم انه لانتونسيتي كترتفع ولو فوليم كينقص، اذا خص احترام لا شارج دو ترافاي. كنظن بانه في هذه اللقاءات المحاولات اللي فيهم خمس ثواني هي اللي غتكون فيها مؤثرة بالنسبة للهجومات ديال اي فريق في البطولة. الكرة مرة أخرى لفريق الوداد، انطلاقة جيدة لكن قطيع الكرة كانت بواسطة لاعب زهيد، ضاعت من الكرة، الحكم خلال الامتياز. ومحاولة جيدة لفريق الرجاء البيضاوي، رأسا لراس والحارس عقيد. كنكررها العاية ديال المتولي خلاك يخرج على المقاربة بالتركيز ديالو. إذا كنظن أنه اللاعب متولي وكنظن خاص تغيير ديال المتولي. كان لوحده أمام الحارس عقيد اللي تألق الحارس عقيد وقد مرة أخرى المرمى ديالو بالهدف. ملي كيكون العياء السي حسن كيكون العياء كتغيب مع التركيز، لا كورديناسيون كيكون، لا موتريسيتي ديال اللاعب كتغيب، وبالتالي جاء الوقت فين تغير المتولي اللي ما كيرجعش الان دفاعيا لمزرعه الفريق. نعم، ونصل الى الدقيقه 69، محاوله لفريق الوداد البيضاوي لكن ضائعه، صراع الكره بين اللاعب الصالحي واللاعب الخالقي، والحكم ربما يوجه انذار للاعب الخالقي. اذا كنظن بالفعل انذار، اذا انذار للاعب الخالقي بعد هذا التدخل. والان كنشوف متولي كيطلب المسامحه من جميع الاعضاء ديال الطاقم التقني وكذلك اللاعبين. نعم، وكنظن انه ضيع فرصه لا تضيع. اذا شاهدوا مره اخرى التمريره الجيده من اللاعبين ديال فريق الوداد، اعتقدوا انه في وضعيه تسلل، اذا ما يمكنش تلقى احسن من هذه الوضعيه لتسجيل الهدف، لكنه اراد ان يتفنن وربما بحث على الحركه الفنيه اكثر من بحث على الواقعيه والبراغماتيه في التعامل لاي تسجيل الهدف لفريقه. وكما ذكرت انه ربما هدف سيكون عنده وقع على الفريق الوداد وفي توجيه مسار المقابله. ومن الملاحظ لسعيد فتاح ديال فريق الوداد ولا اللاعب متولي ديال فريق الرجاء يريدون كسب عطف الجمهور بالحركات الفنيه، ولكن بهذا يبحثون على غضب البنزرتي والشريف في المقابل التقني والتكتيكي. اذا شاهدوا مرة اخرى، اذا هنا كان غيكون فيها الودود هذه العمليه، وكنظن بانه الخارق في الجهه اليمنى ربما هو اللي يمكن كسر عمليه هو الخارق في الجهه اليمنى. وتغيير سيكون او عوده لاعب الهاشمي للمقابله بعد تلقي العلاج. الكره مره اخرى كترجع عند فريق الوداد البيضاوي، الدقيقه 70، 20 دقيقه من عمر الديربي 16 بعد المئه. محاوله جيده اللي كانت كنقولوا نشاهدوا الاحصائيات على مستوى البطاقه الصفراء، 3 للرجاء كما
3 للوداد. اذا العديد من النقاط نجد ان هناك تعادل بين الطرفين بين الوداد والرجاء على مستوى نتيجه المقابله. تقدم لفريق الرجاء بهدف لصفر، هدف كان من توقيع اللاعب ياجو. اذا الكره مره اخرى عند فريق الرجاء، لكن الحكم يطالب باعاده تنفيذ 5 متر و50، وسيطالب الحارس العسكري بالاسراع في تنفيذ الكره او تنفيذ 5 متر و50، لانه العسكري كما يحاول او يحاول انه يكسب شيء من الوقت. نتيجة صالح فريق الرجاء البيضاء، واكيد حتى في تضييع الوقت هو استفزاز للفريق الاخر وتحطيم معنويات. اذا الكره مره اخرى عند فريق الوداد البيضاوي. نذكر المشاهدين اننا نعيش دائما ديربي البيضاء على الدوره 24، تفوق رجاوي، وخلال الهدف سجل في 10 دقائق او بعد 10 دقائق على بدايه الجوله الثانيه من هذه المواجهه. الكره عند اللاعب الراقي اللي كيمرر دائما للاعب. ولا قلت انه كتنعدم الضغط في هذا اللقاء، لا بالنسبه للوداد ولا بالنسبه للرجاء. والهدف محاوله لفريق الوداد البيضاوي، خطيره هذه المحاوله، تسديده لكن كتصدر. وقلت ما كاينش تنويع في الهجمات ديال الوداد، نفس الطريقه باش كيهددوا الفريق العسكري هي نفسها اللي كتكرر كل مره. اذا دائما النتيجه المسجله هدف لصفر. كرة عند اللاعب الخالقي، تمريرة خاطئة كترجع مرة أخرى لحسن حظه، مشات عند اللاعب الودادي، لكن اللاعب دريسا كوليبالي يبعد الكرة في اتجاه اللاعب ياجور اللي تمكن من الكرة، ما تمكنش، كتمشي عند اللاعبين ديال فريق الوداد البيضاوي. عند هذيك الميزة الخاصة اللي كانت عند فريق الرجاء هو أنه كيمزج ما بين التمريرات القصيرة والطويلة، وكتباشر التمريره الطويله ما شناش في هذا اللقاء. فريق الرجاء اعتمد على الحملات المضاده والسريعه اكثر من لي زاتاك بلاسي وعلى التمريرات القصيره والطويله. ونذكر هذا ان الفريق الوداد البيضاوي لم يستفد خلال الجوله الثانيه من خدمات لاعبه رابح، وعوضه اللاعب زهيد. هذا كان التغيير الوحيد خلال هذه المواجهه في انتظار التغييرات التي سيتم، وكل مدرب في محاوله لربح الوقت، في محاوله لتوجيه المقابله، في محاوله لتغيير وجه المقابله، سواء بالنسبه للفريق المنتصر لحفاظ النتيجه او المنهزم، ومحاوله الخروج وتدارك الموقف. اذا الكره مره اخرى عند فريق الرجاء البيضاوي، الكره كترجع مره اخرى عند اللاعب عطوش. وكيبان لي حتى في الاونه الاخيره ان مابيدي ما قادرش انه يسير الايقاع المقابله، الرجوع الدفاعي ما كيتمش، داكشي علاش متولي ومابيدي كيتبدلوا وكيتتنوبوا على هذا المركز. وحتى بعض اللاعبين لاحظنا عليهم العياء بالفعل، ضمني لاحظنا كيتحرك كثير وعلى مستوى رقعه الملعب. وهذه محاوله لفريق الوداد البيضاوي، تمريره في اتجاه المرمى لكن بعيده عن المرمى ديال الحارس العسكري. تمس غير في اللاعب عادل كروشي، واللاعب برزوق يستعد كما يستعد اللاعب السليماني. اللاعب برزوق الذي يحاول العوده بقوه للميادين بعد فتره توقيف 6 اشهر التي قضاها، يحاول العوده والعوده لوضعيته كهداف. وفي الاتجاه الاخر كنشوفوا انضما واللاعب ايفونا، فهما تقلص المردود ديالهم البدني والتقني والتكتيكي، وربما ولا تغيروا فهما غيكونوا الاقرب للخروج. نعم، وما نساوش انه بالنسبه لهذه المقابله، مقابله الديربي، انه الفريق المنتصر، لاعبين ديال الفريق المنتصر، كل لاعب كينتظر منحه اللي غتكون كانت تحفيزيه بالنسبه لهذه المقابله، لانها مقابله خاصه بالنسبه لفريق الوداد كما بالنسبه لفريق الرجاء البيضاوي. اذا الكره مره
اخرى عند فريق الوداد. تمرير في اتجاه مربع العمليات والحارس العسكري خطيره، كان هناك سوء تفاهم بين اللاعبين ديال الدفاع ديال فريق الرجاء، وكان تفاهم وخروج مره اخرى كره لفريق الوداد. ما كاينش خطا، محاوله تصبح هجوم مضاد. حكم ماذا يقول؟ يقول خطا لصالح فريق الوداد البيضاوي على مشارف مربع العمليات، وتنبيه كان من حكم المساعد الثاني هو اللي نبه الخطا، واشاره الحكم نشاهدوا انه بطبيعه الحال اللي كيشكر الحكم المساعد على الانتباه ديالو لهذا الخطا اللي كان على مشارف مربع العمليات، ونشاهدوا من خلال الاعاده وكيف جاء الخطا. كانت لمسه يد يقول من خلال حركه اللاعب الخارق. إذن من سينفذ الخطا؟ اظن انه الاقرب للتنفيذ هو لاعب يجيد الرجل اليسرى، ولكن هناك بالامكان ان تكون حتى تمريره لمربع العمليات وتغيير في صف فريق الرجاء البيضاوي. الوداد البيضاوي، إذن الوداد البيضاوي عفوا، التغيير الثاني اللي كان خلال هذه المقابله. وهناك اعداد احد لاعبي فريق الرجاء للدخول كما قلت انه ما بيدي ولا متولي هما الاقرب للخروج، لانه كيتناوبوا على المركز وبنفس الوقت تقع سوف في المردود ديال المقابله. اذا كره مره اخرى لفريق الوداد البيضاوي، ضربه خطا على مشارف مربع العمليات غتشكل خطوره على مرمى الحارس. اذا هناك اذا ضربه خطا، وربما مدافع ودادي هو الذي ابعد الكره وقام مقام اللاعبين الرجاويين. اذا اللاعب الخالقي بعد اذا اللي خرج هو اللاعب مالك ودخول اللاعب يونس الحواصي. إذا يونس الحواصي هو اللي دخل خلال هذه الجولة الثانية، ودائما نتابع مقابلة فريق الوداد البيضاوي والرجاء. النتيجة المسجلة حتى الآن هدف لصفر لصالح فريق الرجاء البيضاوي، ونحن في الدقيقة 78. لاعب وتغيير أيضا في صفوف فريق الرجاء، خروج اللاعب الصالحي ودخول لاعب الحافظي. صالحي اللي قام بدور جيد، خمسة تمريرات ديالو اللي كتكون تمريرات حاسمة في بعض الأحيان، هو اللي كينجح داك لي باس في الانترفال بالنسبة للرجاء. نعم، الكرة مرة أخرى عند فريق الرجاء البيضاوي، عند اللاعب مابيدي عند المتولي، وتمريرة خاطئة اللي كتعطي 55 لصالح فريق الوداد البيضاوي. نقترب من الدقيقة 80، نقترب من 10 دقائق الأخيرة، 10 دقائق الأخيرة التي تكون الضغط فيها كبير على الفريق المنهزم كما على الفريق المنتصر وعلى المدربين كيف تدبير هذه المرحلة من المقابلة في وتغيير آخر في صف فريق الرجاء البيضاوي. سيكون هناك دخول اللاعب برزوق وخروج اللاعب يجور. إذا لاحظوا أن المدرب غير مدرب مهاجم بمهاجم، وما راقوش هذا التغيير يجور، ونظن بأنه المخرج غيعاود لنا اللقطة اللي داروا فيها واحد الإشارة بأنه ما راضيش على خروج اللاعب يجور. نعم، إذا يجور اللي هو مسجل الهدف، هدف الانتصار حتى الآن لفريق الرجاء البيضاوي. إذا دخول اللاعب مرزوق حتى الآن تغيير أماكن وليس تغيير توقعات. بالفعل فنفس الناج ولكن بتغيير مركز بمركز. إذا الكرة مرة أخرى عند فريق الوداد البيضاوي، كوكو لم يتمكن من الكرة، وتباس لصالح فريق الوداد البيضاوي. بالنسبة لل هذه الدورة هي الدورة كما قلت في الأول 24، فالفرق ما كيضغطوا شيء، ما كيربحوش النزالات بكثرة، وما كيتحولوش بسرعة للهجوم، وهذا هو المبتغى الأول من الضغط. فالضغط ملي كيغيب معاه ربح النزال، كيغيب عليه التحول بسرعة للهجوم، وهذا ما لمسناهش في هذه المقابلة بالنسبة للفريق. للجولة الثانية أكيد أن شاهدناها أحسن من الجولة الأولى. كاين إيقاع كبير، كاين إيقاع، وكنا قلنا في التحليل ما بين الشوطين أنه الفريق اللي غادي يرفع من الإيقاع هو اللي يكون الفريق الأقرب للفوز. فريق الرجاء أرفع الإيقاع بالحملات المضادة ونجح أنه يسجل فيها هدف، وكان غيسجل من حملات مضادة أخرى هدف أو هدفين.
وبقية برنامج هذه الدورة، فإذا كانت المقابلات جوج المقابلات لعبت بالأمس، نادي القنيطرة المغرب الفاسي هدف لصفر لصالح المغرب الفاسي، وهدف لصفر أيضا لصالح أولمبيك خريبكة أمام حسين تكادير بمدينة أكادير. فاليوم تجرى أو انطلقت ابتداء من الساعة الثالثة مقابلة الدفاع الحسين جد النهضة البركانية، الجمعية السلامية تستقبل شان الريف الحسيمي في نفس التوقيت، ولقاء الذي نتابعه الآن إضافة للقاء فريق الفتح الرباطي ضد المغرب الجمهوري الذي سيجرى انطلاقا من الساعة 6 مساء، في حين بقية اللقاءات ستجرى يوم الاثنين. ويوم الاثنين وداد فاس يستقبل الجيش الملكي، في حين الجيش الذي سيستقبل سيرحل لمواجهة وداد فاس أحد الفرق المؤخرة، وسيرحل الأسبوع المقبل لمواجهة الجمعية أو سيستقبل الجمعية السلوية أيضا من فرق التي تعاني ومهددة بالنزول، في حين لقاء الشبه محلي بين فريق الكوكب مراكشي وأولمبيكا سفي سيجري أيضا يوم السبت ابتداء من الساعة 7 بالمركب الكبير لمدينة مراكش. الكرة عند فريق الوداد البيضاء وبالضبط عند اللاعب الخالقي اللي ما تمكنش من التمرير، كترجع مرة أخرى دقيقة 82 دائما هدف لصفر. الحماس اللي شاهدناه خلال هذه الجولة الثانية بدا ينقص خلال هذه اللحظات من مع قرب نهاية المقابلة. فريق الرجاء هو اللي كيتحكم دابا في الإيقاع، لأنه هو اللي كينزل الإيقاع باش يقلل من 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 الخطورة ديال الفريق. نعم، والحارس العسكري يتمكن من الكرة. وبالمقابل فريق الوداد خصو يبحث على السرعة والاستغلال الزمن والمكان، لأنه هذا الشيء كله كيتطلب تفكير بسرعة وأنه يقرر بسرعة، ولكن هو صعب في نهاية اللقاء لأنه الطاقة البدنية والذهنية قد استنزفت. نعم، ويمكن نشير أنه بالنسبة لو فريق الرجاء حقق الانتصار اليوم سيصبح رصيده 36 نقطة مع مقابلتين ناقصتين، في حين الوداد سيبقى رصيده الرجاء سيصبح 36 نقطة مع مقابلتين ناقصتين، في حين الوداد الذي كان رصيده 35 نقطة سيبقى في بنفس الرصيد، لكن مع مقابلة ناقصة واحدة ستجرى الأربعاء سيستقبل من خلالها فريق الدفاع الحسني الجديد. إذن كرة لفريق الرجاء البيضاوي، محاولة بوسط لاعب كوكو دائما محاولة لكن ضائعة، إذن كترجع مرة أخرى عند فريق الوداد البيضاوي، وتماس إذن تماس لصالح فريق الرجاء، بل على العكس يقول الحكم لصالح الوداد. الكرة عند اللاعب أنضمة مازال محتفظ بالكرة، تمريرة جيدة دائما محاولة داخل مربع العمليات، ما كاينش خطأ لأنه الحكم كان قريب من العملية، وكترجع الكرة حتى الآن كما شرطي عسو أنه فريق الرجاء البيضاوي يحاول تهدئة اللعب، يحاول قدر الإمكان أن يلعب بالطريقة التي تريحه حتى لا يكون في وضعية الوضع صعب بطبيعة الحال خلال الدقائق الأخيرة، خصوصا أن النتيجة المسجلة تعطيه التفوق. هذه محاولة لفريق الوداد البيضاوي، إذن محاولة ضائعة لكادت أنها تعطي الهدف، كان شاهدوا أنه بقدر ما تهون ديال الدفاع فريق الرجاء، وحتى لافريشور فيزيك ديال الحواس اللي يدخل أنه خلات أنه عايش مع اللقطة وكملها حتى نهايتها. ودعوات من المشجع الودادي شاهدوا الحصرة اللي بادي على وجهة ديالها بطبيعة الحال، والتعبير التي تعكس الإحساس في الوقت اللي كان فريق الوداد البيضاوي أنه بإمكانه أن يسجل هدف التعادل في هذه اللحظة، لكن ضيع الفرصة بوسط لاعب يونس الحواصي اللي دخل خلال هذه الجولة الثانية. يونس الحواصي يضيع على فريق الوداد البيضاوي فرصة سانحة للتسجيل. خمسة وثمانين دقيقة دائما هدف لصالح فريق الرجاء، الكرة مرة أخرى عند لاعب سديدة لكن كانت ضعيفة وبالتالي ضاعت الكرة، كانت بوسط لاعب
متولي وكتمشي في يد الحارس عقيد. مرة أخرى هجوم مضاد لفريق الوداد البيضاوي من الجهة اليمنى، هناك جوج لاعبين فقط ديال فريق الوداد وأيضا راحت لاعبين أو خمسة من فريق الرجاء، والحكم يقول خطأ لصالح فريق الوداد البيضاوي. إذن خطأ قريب من مربع العمليات. من الفرص اللي كانت تشاهدوا كيف كان الخطا ديال اللاعب الراقي، وكانت عمليه شد ولست ادري لماذا الحكم ما بقى شيء انذار اللاعب الراقي مرتكب هذا الخطا على يم خطا لصالح فريق الرجاء. عدد اخطاء كما شاهدوا 13 مقابل 15 13 للفريق المحلي اللي هو الوداد، و15 للفريق الجزائري لفريق الرجاء البيضاوي. وسينفذ اللاعب الكحلي ياسين سينفذ ضربه الخطا، كانت شكل خطوره على مرمى الحارس العسكري، واكيد انه المدرب شريف ما كانش عنده لاعب لكي يجيد اليسرى، لذلك اعتمد على خدمات اللاعب الكحلي. بالفعل اذا محاوله مره اخرى واصابه لاعب الهاشمي. الإحصائيات الأخيرة اللي دات على مستوى تقنيون الكبراء في هذا الميدان ديال كرة القدم، أنه الإحصائيات أكدت أنه 86% من يسجل الأول يكون له الحظ في نتيجة إيجابية. كاين هذه الإحصائيات، ربما الوداد قد يكذب هذا المعطى ويسجل هدف التعادل في آخر المقابلة. ولو سجل الهدف في آخر لحظات الآن بين الشك والحقيقة غتبقى ديك 14% هي اللي كنعيشوها. إذن الشك والحقيقة أنه الآن المقابلة الانتصار بهدف لصفر لفريق الرجاء البيضاوي أو انتصار الفريق الآخر يعطينا التأكيد بأنه ليس هناك اتفاق، ولكن لو حتى استطاع الفريق وبمجهود ديالو تمكن من تسجيل التعادل سيقال نفس ما يروج الآن بأنه المقابلة متفق على نتيجتها مسبقا بين الطرفين. على أي نتمنى أن نشاهد خلال ما تبقى من وقت أهداف أخرى للفريقين. وكنلاحظ بأنه فريق الرجاء كينوب المقابلة بالطريقة ديالو هنا كاين تسلل وعودة من التسلل، إذن عودة من التسلل ديال اللاعب الحافظي. كرة عند اللاعب بكاري كوني. حتى الآن فريق الوداد ينوع من خلال التمرير الجهة اليسرى اليمنى الخارقي في اتجاه المربع، دائما محاولة كنظن أنه غيتمكنوا من اللاعبين ديال فريق الوداد البيضاوي. بالفعل دائما محاولة تمرير في اتجاه مربع العمليات، وفي نهاية المطاف اللاعب عادل الكاروشي يتمكن من هذه الكرة وينقذ المرمى من هدف محقق. كرة مرة أخرى عند فريق الرجاء البيضاوي عند لاعب بورزو، تمريرة الجهة اليسرى عند عادل كاروشي عند لاعب راقي ضائعة تعود مرة أخرى. صراع الكرة، محاولة لفريق الرجاء البيضاوي بواسطة لاعب متولي داخل مربع العمليات، هناك في تموضع جيد كرة خطيرة، ولكن كان هناك تصدي في آخر لحظة مدافع أو مهاجم رجاوي هو الذي حال دون الهدف ربما لفريق الرجاء البيضاوي. كانت تسديدة وكانت عملية جيدة أمام حسرة المدرب البنزرتي على ضياع فرصة أخرى قبل نهاية هذه الجولة الثانية من الوقت القانوني من الجولة الثانية. ربما الانتصار غادي يقوي الحظوظ ديال فريق الرجاء نحو الفوز باللقب. شيء اكيد، ولكن كما شرنا انه فريق الرجاء البيضاوي بعد الانتصار سيصبح رصيده 36 نقطة مع مقابلتين ناقصتين، فريق الوداد سيبقى برصيد 35 نقطة بعد هذه الهزيمة. الشيء الايجابي للرجاء نهاية المقابلة، الشيء الايجابي للرجاء عنده مقابلتين ناقصتين وفريق الوداد عنده مقابلة ناقصة فقط. هذا بالنسبة للوضع الحسابي، لكن في ذات الوقت هناك فرق أخرى تنافس على اللقب، هناك مجموعة من الفرق
نذكر المغرب التطواني المحتل المركز الاول كوكب المراكشي، هناك ايضا حسني تقدير كان ينافس لولا تراجع الاخير والهزائم الاخيره لست ادري هل ستبنيه عن مواصله الصراع. واربع دقائق وقت بدل ضائع، لا ننسى ايضا فريق الفتح الرباطي اللي ايضا في صبت يزحف نحو المقدمه، يزحف نحو المقدمه يربح النقاط بحثا عن تتويج على مستوى البطوله. ومحاوله جيده كاد متولي ان يخدع الحارس عقيد شاده متقدما، وكان بالتالي حاول ان يخدع الحارس عقيد ويحرز الهدف التاني خلال هذه المواجهه. وربما البنزاتي غادي يقلب على تغيير تكتيكي اكثر ما هو شيء اخر، لانه في اربع دقائق مازال عنده خيار ديال تغيير اخر، وربما غيلعب عليه لتضييع بعض الوقت. كرة مرة أخرى عند فريق الرجاء البيضاوي عند لاعب الهاشمي، الهاشمي اللي مازال محتفظ بالكرة دائما محاول لاعب الحافظي، كترجع مرة أخرى للوراء الحارس العسكري فريق الرجاء اللي بيحاول كسب أكبر كسب الوقت للحفاظ على النتيجة، فهو راضي بهدف الصفر فقط يحاول الحفاظ عليه، وربما إن جاء من خلال هجومات المضادة هدف آخر فكنظن أنه لن يرفض هذه الهدية في وقت فريق الوداد يحاول أن يستغل ما تبقى الوقت من الوقت لعله يفلح ويدرك هدف التعادل خلال هذه المواجهة. كرة مرة أخرى عند فريق الوداد البيضاوي الذي ينطلق في هجوم مضاد تمرير الجهه اليمنى، واغلبيه الهجومات ديال فريق الوداد تكون من الجهه اليمنى. المسلة يجيد الرجل اليسرى، وبالتالي هنا علاش الولجي الغياب ديالو كان ربما الفت لي النظر، لانه هجوميا الولجي احسن بكثير من المسن، المسن دفاعيا فهو اجود من الولجي. اذا اللاعب المسن اللي كان في الجهه اليسرى متحرك كثير على مستوى فريق الوداد البيضاوي، حتى اللاعب الحواسي اللي دخل الان شاهد تحرك هجوم. ومحاوله اخرى لفريق الرجاء البيضاوي، باصت لاعب متولي امام اللاعب الحارس عقيد ويتمكن من تسجيل الهدف الثاني لفريق الرجاء البيضاوي في حدود الدقيقه 93، هدفين لصفر لفريق الرجاء البيضاوي. اذا الهدف الاول كان من توقيع اللاعب يجور في الدقيقه 55، والهدف الثاني ربما لفريق الزاويه كان في الدقيقه 93. الزاويه كتختلف ولكن بنفس الطريقه، لانه الوهله الاولى كتصطدم في الحارس وكترجع عند يجور، والهدف الثاني كتصادف في الحارس وكترجع عند متولي في المسا الثانيه، والانفراد بالحارس. ولاحظنا انه ربما الدفاع ديال فريق الوداد البيضاوي سمح للمهاجمين ديال فريق الرجاء انهم ينفردوا بالحارس اكثر من مره، سواء خلال الجوله الاولى او خلال الجوله الثانيه، وبالتالي تمكن الحارس عقيد من انقاذ بعض الفرص ولم يتمكن من انقاذ اثنين، وبالتالي كانت الاهداف لفريق الرجاء. وتشاهدوا التمريره الجيده ديال اللاعب برزوق اللي ما هذه المره ما ضيعهاش اللاعب متولي وسجل الهدف الثاني. بالنسبة للجولة الثانية كانت البداية ديالها ودادية، ولكن سرعان ما عاد الرجاء للواجهة، الهدفان ديال الرجاء جاء نتيجة حملات مضادة، انعدام الضغط على حامل الكرة كان السمة البارزة في هذا اللقاء، التنويع في الهجمات كان منعدما، تأكدنا السي حسن أننا لم نعيش مسرحية مفبركة ولكن عشنا مباراة رياضية محضة بكل المقاييس، كانت نتيجتها مريرة للوداد وسارة للرجاء. وسيكون هناك تغيير، خروج اللاعب مابيدي، تغيير في صفوف فريق الرجاء كنظن انه تغيير فقط لربح الوقت، اللاعب بانون يدخل مكان اللاعب مابيدي لربح الوقت بالنسبه للمدرب لانه استرفدنا الوقت القانوني او الوقت بدل الضائع عفوا اربع دقائق. فريق الرجاء يفوز خلال الديربي 16 بعد المئة هدفين لصفر، وبالتالي ننتظر نهاية المقابلة وصفارة الحكم سيد جيد لتأكيد وإعلان فريق الرجاء فائزا بهذه المواجهة وحيازة ثلاث نقاط ليصبح رصيده 36 نقطة مع مقابلتين ناقصتين، تجمد رصيد فريق الوداد البيضاوي في 35 نقطة. فريق الوداد يستقبل
الاسبوع او الرجاء يستقبل الاسبوع المقبل حسين تكادير، والوداد يرحل لمواجهه النهضه البركانيه. اهم ميزه هذه المقابله مقاطعه جانب من الجمهور خصوصا الوداد لهذه المقابله، وبالتالي لم يكن الحضور بالشكل المنتظر الذي اعتدناه خلال لقاءات الديربي. 50,000 60,000 الى 70,000 متفرج شاهدنا، وما يمكن ان نقول اننا امام 20,000 الى 30,000 متفرج حاضر. ما ميز هذه المقابله هو انه الجماهير الرجاويه تميزت على مستوى التيفو على مستوى الجهه اليمنى من مركب محمد الخامس بشعاراتها اللافته للانتباه، وبالتالي اللي اعطت واحد الرونق لهذه المقابله. بسرعه نمر للزميل مصطفى طلال الذي يستضيف اللاعب ياجور لاعب فريق الرجاء البيضاوي ومسجل الهدف، ونلتقي بعد قليل.